بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الدكة. تقام غدا الأربعاء أربع مباريات في انطلاق الجولة 17 من دوري عمان تل المحترفين، على أن تقام يوم الخميس المباريات الثلاثة المتبقية. في هذه الجولة سيكون الشباب المتصدر ضيفا على الرستاق، وسيلعب ظفار الوصيف لقاء من الزمن الجميل مع مضيفه نادي فنجة، في حين سيكون العروبة صاحب المركز الثالث في مواجهة ضيفه النهضة. وفي بقية مباريات الجولة سيلعب جعلان مع صحار، النصر مع السويق، صحم مع نادي عمان، والخابورة مع مسقط. وقد شهدت الأيام القليلة الماضية دخول مدربين وطنيين اثنين إلى دورينا، حيث تعاقد نادي الخابورة مع المدرب ناصر الحجري ونادي عمان مع المدرب إبراهيم صومار. في حلقة الليلة من الدكة سنتناول وإياكم العناوين التالية: فان فيربيك يعلن عن قائمة الأحمر للمعسكر القادم، حديث بإسهاب على طاولة الدكة بعد قليل. غارسيا خارج أسوار نادي عمان وإبراهيم صومار عوضا عنه. التغيير يطال الخابورة، بعد الشمالي والخشاب ها هو الوطني ناصر الحجري يقود الفهود. في النصر علامات كثر من التعجب والاستفهام، ضخ هائل ثم عودة بعكس الطموحات. وغدا أربع مباريات في افتتاح الجولة 17 من دوري عمان تل المحترفين، إنا لمنتظرون. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن ليلة انطلاقة الجولة 17 من دوري عمان تل المحترفين، أربع مباريات في اليوم الأول، ثلاث مباريات في اليوم الثاني، على أن يتوقف الدوري بعد ذلك حتى 19 من مارس القادم. مباريات هذه الجولة على النحو التالي: جعلان وصحار سيلتقيان في مجمع عصور عند الساعة 5:30، هذه المباراة ستكون منقولة عبر قناة عمان مباشر. النصر سيستضيف السويق في مجمع صلال عند الساعة 7:45، المباراة ستكون منقولة عبر القناة الرياضية. صحم وعمان سيلتقيان في مجمع صحار عند الساعة 7:30، العروبة صاحب المركز الثالث سيستضيف النهضة، وذلك على ملعب المجمع الرياضي في صور عند الساعة 8:30، المباراة أيضا منقولة عبر القناة الرياضية. يوم الخميس إن شاء الله ثلاث مباريات ختام هذه الجولة، الخابورة سيستضيف مسقط، فنجة وظفار في لقاء كبير من الزمن الجميل باختلاف موقع الفريقين في جدول الترتيب هذه المرة، والرستاق سيستضيف الشباب على ملعب استاد السيب. تركنا دوري عمان تل المحترفين وجدول مع نهاية الجولة الماضية 16 على النحو التالي: الشباب في المقدمة ب 35 نقطة بفارق 4 نقاط عن ظفار صاحب المركز الثاني، العروبة في المركز الثالث ب 28 نقطة، الأقرب إليه هو نادي الصحار ب 26 نقطة، 23 نقطة لأندية النهضة وفنجة في المركزين الخامس والسادس، النصر ب 22 نقطة، صحم ب 21 نقطة، مسقط بعد فوز في الجولتين الماضيتين في المركز التاسع ب 17 نقطة، في المركز العاشر السويق ب 17 نقطة، 16 نقطة لأندية عمان والخابورة، الرستاق في المركز الثالث عشر ب 15 نقطة، وجعلان في المركز الرابع عشر الأخير ب 10 نقاط. بعد الفاصل لنا عودة وحديث يتكرر ويتجدد مع أعضاء فريق الدكة، أهلا بكم معنا. الله على سيناريو
الختيم. يا له من جنون ويا لها من روعة ما بعدها روعة. اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وبدايه لحلقه الدكه في هذه الامسيه ليله انطلاقه الجوله 17 من دوري عمان تل المحترفين. مثل ما بدانا في المقدمه على مدى يومين الاربعاء والخميس باذن الله تعالى على ان يتوقف قطار الدوري حتى 19 من مارس القادم. ارحب بأعضاء فريق الدكه في بدايه هذه الامسيه، هلال المخيني، صالح البحر، مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور يا ابو خالد. سيف سلطان من العاصمه، مساء الخير ايضا. مساء النور، حياكم الله. أرحب طبعا بكل المشاهدين وأيضا كل المغردين المتواصلين مع الحساب الرسمي للبرنامج على تويتر. هناك في حساب البرنامج الرسمي توقعاتكم بالنسبة لمباريات الغد في الجولة 17 من دوري عمان تل المحترفين، وأيضا رأيكم فيما هو كان حتى الآن في دورينا كمستوى فني. هناك تغريدات متعلقة بالتصويت عليها. في البداية روح لأبرز الحسابات، حسابات الأندية وحسابات مجالس الجماهير، ونتابع فيها أبرز الأخبار حتى اللحظة. نشوف الجولة هذه مع الشباب في فريق الإعداد وين وصلنا بالنسبة للتويتر. هذه اللقاءات، مجلس جماهير مسقط، يحيى الرشيدي أفضل لاعب في مباراة صحم، مكافأة من العضو زهير العجمي. طيب يستاهل، يبدو أن في حراك جميل صار بعد النتائج الطيبة لنادي مسقط من قبل الجماهير، وهذا شيء طيب نتمنى أنه يستمر إن شاء الله. نشوف ايضا مجلس جماهير مسقط، محمد حارسي افضل لاعب من في مباراه النصر، مكافاه من عضو ايضا زهير العجمي. ما قصر زهير ويستاهلوا الشباب. مجلس جماهير مسقط ايضا يواصل الفريق الاول مران اليوم الساعه 5 على الملعب الرئيسي استعدادا للقاء الخميس ضد الخابوره على مجمع الصحار. هذه المباراه طبعا بتكون ان شاء الله الساعه 7:30. نشوف أخبار أخرى، هذه المرة من نادي ظفار، صور من مران الفريق الأول مساء اليوم بملعب نادي مسقط 3/28/2017. طبعا حساب البرنامج أيضا مغطي، هو الفريق ما راح صلالة سيفا، استمر موجود في يعني في معسكر حتى هذه المباراة مع فنجان إن شاء الله يوم الخميس. حساب نادي صحم، نبارك اللاعب ناصر العلي كابتن الفريق الكروي الأول بمناسبة قدوم مولود الجديد عبد الله، جعل الله من مواليد السعادة وأقر به عين والديه، بالبركة يا أبو عبد الله يستاهل. طيب نادي صحار حسابهم يقول جمهورنا الوفي أنتم العون والسند دائما، وطبعا عاملين تحفيز لمباراة صحار ونادي جعلان بكرة الأربعاء اللي بتكون في مجمع صور الساعة 5:30. مثل ما ذكرت المباراة بتكون مقولة عبر القناة الرياضية، وطبعا هم عندهم هاشتاج مالهم صحراوي يناديك، والشخصيات ايضا اللي موجوده في التغريدات دائما. النهضه مباراتهم طبعا مع العروبه يوم الاربعاء بكره ان شاء الله في مجمع صور الساعه 8:30. هذا من ناصر الشملي. ناصر الشملي. نادي النصر يجري الان الملك النصراوي مران الاخير قبل ملاقات نادي السويق غدا. النصر الهاشتاج مال النصر العماني، طبعا النصر مدعو لمواجهه واستضافه السويق غدا في صلاله الساعه 6:45. بنشوف ايضا في حساب وين نادي الخابوره، بدا مران اليوم للفريق الاول بقياده المدرب ناصر الحجري، نتمنى لناصر التوفيق ان شاء الله مع الفهود. اثنين مدربين وطنيين دخلوا القائم الان في الدورينا بوجود ناصر وابراهيم صومار في نادي عمان ايضا. مثل ما ذكرت على حساب البرنامج الرسمي هناك عدة تغريدات تتعلق بالمباريات الأربع، ورأيكم فيما كان وحصل في دورينا حتى الآن بعد 16 جولة. ندخل في المحور الأول في حلقة اليوم قبل ما ندخل على موضوع الدوري واللي فيه، نتحدث عن القائمة اللي أعلنها بين فيربك مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم للمعسكر الداخلي اللي بيكون من 5 إلى 9 مارس إن شاء الله. طبعا المنتخب سيبدأ تحضيرات للتصفيات الآسيوية مدعو لمواجهة بوتان في مسقط الشهر القادم إن شاء الله. وطبعا أعلن القائمة المدرب،
وباستثناء طبعا هو ما اخذ من لاعبي الصحم والسويق لانه ارتباطهم بالقائمه او بالمباريات الاسيويه. طبعا هذه القائمه اللي اعلنها فيربيك من الحساب الرسمي لاتحاد كره القدم ابتداء من فايز الرشيدي وانتهاء بعصام البارح اللي يدخل اعتقد اول مره عصام يدخل وتم استدعاء في الاولمبي كان موجود عند حمد وعبد المجيد لاحمد عصام طبعا هو الان هداف الدوري وهشام فاتمنى لهم التوفيق. طبعا فايز موجود عبد العزيز محمد المعشري سعد السهيل يعود ايضا باسل الرواحي عبد السلام نادر عوض علي البوسعيدي رايد قاسم سعيد رياض هشام الشعيبي من ظفار عبد الله فوازي ايضا موجود عمر المالكي من الشباب عبد المجيد الاحمدي جميل الاحمدي ابراهيم المخيني حارس العروب ابراهيم نعم خالد العلوي سامي الحسيني وسعود الفارسي وايمن درويش وحاتم الحمحمي وجابر العويسي وحمد الحبسي من مسقط وعلي الجابري من نهضه وعصام البارحي من الرستاق وهداف الدوري اعتقد 12 هدف 12 هو سجل في الجوله الماضيه ايضا عصام نتمنى له ان شاء الله التوفيق اخذ مكان الان طبعا تفوقهم في قائمه الهدافين كلاعبين مواطنين نتمنى التوفيق ان شاء الله كخليفه الجهه وريال يذكره بالخير بس طبعا خليفه مثل ما تعرفون عمل عمليات رباط صليبي نتمنى له ان شاء الله العوده الى الملاعب بشكل جيد واقوى وافضل ان شاء الله. صالح عبد الحوار معك اذا فيما يتعلق بقائمه فيربيك وفي البدايه طبعا كل امنيات بالتوفيق للمنتخب في مشوار الاسيوي التصفيات او الملحق هذه الاسيوي لكاس اسيا الامارات 2019. بسم الله الرحمن الرحيم مساء عليكم ومساء المشاهدين الكرام اختيارات فيربيك خلينا اول شيء نبارك ل يعني ناصر الحجري دخوله لمجال التدريب في دوري عمان المحترفين بناخذ بعدين بس عشان يعني كتجربه اولى بالنسبه لي يعني في دوري المحترفين بنتكلم عن دخول ابراهيم ايضا ابراهيم طبعا هو ابن الدوري خلاص يعني متعود عليه. عموما القائمه يا ابو خالد مثل ما ذكرت قبل شوي ضمت العديد من الاسماء يعني فيها عوده اسماء غابت فتره طويله على المنتخبات مثل جابر العويسي طبعا كلنا يدرك تماما ان جابر كان في يوم من الايام لاعب اساسي لكن الاصابه طبعا بعدته عن نادي مسقط وعن الظهور كذلك عوده علي الجابري بصراحه انا سعيد جدا اني اعود على الجابري بعد فتره التوقف يعني في اثناء تولي لوبيز قياده المنتخب غاب عن الجابري كاحد البدلاء اللي اقدر اسميه يمكن ايوب الكره العماني للامانه يعني على الجابري يمكن اكثر لاعب جلس احتياط يعني برغم المستويات الجيده لكن دائما كان احتياط لانه في الملعب كان احمد كانو وبالتالي صعب جدا على الجابري يلعب على حساب احمد كانو كذلك عوده خالد صالح طبعا هاي اللاعبين اللي في الدوري المحلي ها طبعا خالد صالح العلوي كان في يوم من الايام لما كان لاعب في نادي السهور كان في يوم من الايام ضمن خيارات المدرب السابق لكن بعد فتره توقف طبعا اصابه هذا ابتعد خالد صالح كاحد اللاعبين البارزين يعني مدافع قلب دفاع لكن في نفس الوقت كان لاعب هداف لو تذكر اهداف كثيره كان يسجلها خالد صالح بالراس سعد السهيل غاب فتره لكن وجوده في هذه المرحله خلينا نقول انه المدرب يمكن شاهد مباراه ومباراتين فبالتالي عوده هو شاهد اكثر في المنتخب العسكري نعم كان لاعب بارع بالامانه قدم الكثير من العطاءات وكان قائد الفريق يعني في البطوله اضف الى ذلك يعني دخول وجه جديد اللي هو عبد المجيد الاحمدي اللي تكلمنا دائما وابدا بانه احد الحلول الرئيسيه في نادي الشباب اليوم يدخل كلاعب ظهير يمين ممكن نشوف ان شاء الله ياخذ فرصته طبعا عصام البارح مثل ما ذكرت قبل شوي لاعب كان في المنتخب الاولمبي ايام حمد العزاني قبل حوالي 4 إلى 5 سنوات لكن بعد ذلك طبعا ابتعد بسبب يعني عدم ظهوره بكثير في نادي الشباب وفي نادي بوشهر ايمن درويش اعتقد هو ايمن الصولي اتوقع اللاعب الصغير هذا ما شاء الله عليه لاعب رقم 9 اتوقع هو هذا اللاعب لاعب له مستقبل كبير دائما وابدا لما ينزل في المباراه تحس فيه له يعني له ثقل في الملعب طبعا وجود الاسماء الخبيره ذكرناها قبل شوي ابو خالد حاتم الحمحمي كذلك لاعب حصل مساحه كبيره في نادي عمان وظهر بشكل مثالي جدا في نادي السويق حاتم ما كان بارز بشكل كبير وحتى لما راح النهضه ما بارز بشكل كبير لكن في نادي عمان لاعب مؤثر وظهر بشكل مميز جدا في نادي عمان وبالتالي اخذ فرصته يعود اليوم الى المنتخب الاول كل هشام بعد هشام الشعيبي طبعا كلاعب شاهدنا له مباريات جدا جميله يقدم مستوى يعني خلينا نقول متسارع او من الافضل لافضل
رغم يعني خلينا نقول وجوده في نادي ظفار، نادي كبير، نادي جماهيري، مطالب بالكثير، لكن نشوف من يوم ليوم ما شاء الله يتطور. عبد الله فواز كذلك لاعب لمستقبل كبير. جميل الاحمدي طبعا اعتقد مثل ما يقولوا بالعاميه الحكي عنه واجب للامانه، يعني سواء في المنتخب العسكري او في نادي الشباب، لاعب مميز جدا. سامي الحسيني وسعود الفارسي والى اخره كلهم لاعبين ما شاء الله عليهم مروا على المنتخب الاول واخذوا فرصه كبيره في 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 المنتخب. عموما هي فرصه طبعا الاسماء اللي دخلت هذه القائمه فرصه، لانك انت اليوم هذه القائمه تخلو من اللاعبين المحترفين طبعا، اللي هم طبعا احمد كانو، علي الحبسي، طبعا خالد الهاجري يمكن يستدعى ويمكن لا، لكن محمد فرج، محمد فرج نعم، خالد يعقوبي كذلك. اذا الخمس لاعبين في فرصه جديده انك تشوف لاعبين جديد. عزام ممكن يكون موجود، تمتمي عزان ممكن، عزان كذلك نعم لاعب محترف، وبالتالي يعني هذه فرصه بالنسبه للاعبين جديد نشوفهم والمدرب يقف على مستواهم. اضف الى ذلك لاعبين نادي السويق ولاعبين نادي صحم اللي عندهم طبعا مشاركه اسيويه، لذلك اعتقد القائمه من وجهه نظري الشخصيه يعني دخلت فيها افضل الاسماء اللي شاهدناها في الدوري وشاهدناها في المنتخب العسكري. لذلك اتمنى ان شاء الله للاسماء الجديده ان تبرز او تقدم كل ما بوسعها من اجل ان تبقى في قائمه فيربك لفتره اطول، ونتمنى من الاسماء الخبيره اللي عادت هذه المره للقائمه ان تقدم خبره السنين السابقه وان تقدم المستوى الحقيقي بالنسبه لها وتعطي مؤشر ايجابي بان نعم جابر العويسي، على الجابري، الاسماء اللي ذكرتها قبل شوي غابت عن المنتخب فتره لكن تعود الان، اتمنى من هذه اللاعبين ان يقدموا الوجه الحقيقي لجابر، الوجه الحقيقي لعلي الجابري اللي يعطي مؤشر ايجابي لفيربك ان يكونوا ضمن خيارات القادمه ان شاء الله. طبعا المنتخب بيلعب مع بوتان يوم 28 مارس القادم ان شاء الله هنا في مسقط في بدايه مشواره في الملحق الاسيوي. محمد العاصم مساء الخير. طبعا الكلام للجميع، التعليق على هذه التشكيله، ايضا الامر مطروح ايضا للمشاهدين للتواصل باي اسئله فيما يتعلق بهذا المحور او اي مشاركه بالنسبه له. تفضل محمد. هي قائمه فيربك ولا قائمه الجهاز الفني للمنتخب؟ هو ترى هو يعني انا ما اعتقد انه فيربك كان يقدر يكون فتره خلال الفتره البسيطه، خصوصا انه كان في هو كان تابع محمد وياسين، لا تابع اكثر شيء تابع المنتخب العسكري طول الفتره كان موجود. نعم تابع المنتخب العسكري لكن في الدوري لم يتابع كثير من اللاعبين، لذلك انا استغرب في من وجود بعض اللاعبين. في البدايه هي قائمه اوليه اساسا هو معسكر اولي، وفي لاعبين راح يضافوا الى القائمه، وفي لاعبين السويق وصحم ايضا اعتقد انهم بعض اللاعبين مكانهم ثابت، لكن اذا كان يعني فكره المدرب هو انه يعطي فرص لبعض اللاعبين ومشاهدتهم عن قرب، فانا اعتقد انه كان يفترض انه يستدعي بعض اللاعبين اللي برزوا خلال الفتره الماضيه. يعني مثلا اللاعب سامي الحمراشدي في رستاق كان يستحق التواجد. اتحدث عن جابر العويسي اللي ما لعب الا تقريبا ثلاث مباريات او مباراتين في نهايه الدور الاول وتوقف فتره طويله للاصابه. موجود في القائمة اللاعب المتألق محمد الحبسي، بينما نجد في القائمة حمد. أيضا بالنسبة لخالد العلوي، خالد كان في نادي صور وآخر مباريات بداية الدور الثاني هو لعب في نادي العروبة، وين لحق المدرب يشاهد مثل هؤلاء اللاعبين ويضمهم؟ فهناك بعض الأسماء دخلت إلى القائمة، في استشارات أخرى لا أكيد طبعا. لذلك أنا أقول هي قائمة الجهاز الفني للمنتخب، قائمة فيربك لأنه هو اللي أعلنها بصفته هو مدرب المنتخب. وأنا أتمنى فعلا أنه إذا كان لإعطاء الفرص هو مجرد معسكر للوقوف ومشاهدة بعض اللاعبين عن قرب، لكن إحنا نتحدث عن أن هي نفس الأسماء، الاختلاف على اسمين أو ثلاثة أسماء أو أربعة أسماء، وهي نفس الأسماء التي ربما سيستدعيها أي مدرب. هذه هي القائمة، مرت على لوبيز وسابقا مرت على لوغوين. متى سنصل إلى مرحلة الاستقرار ونعرف أن منتخبنا عندما سيكون لديه مواجهات ستكون التشكيلة لا تخرج عن بأسوأ الأحوال خلينا نقول 30 لاعب. احنا حاليا عندنا 26 لاعب، نضيف لهم لاعبين السويق وصحم اللي ما يقلوا عن 10 لاعبين، عشرة لاعبين وعندك خمسة محترفين، وعندنا خمسة محترفين 15، ما زلنا احنا في 45 و50 لاعب يعني، وفي هناك لاعبين اخرين لم يتم استدعائهم. انا اعتقد انه ومن اللاعبين السابقين اللي برزوا في المنتخب الاول مثلا نذير المسكره، اعتقد انه في فتره من الفترة سوف يستدعى بعض المهاجمين، ايضا سيكونوا موجودين في المنتخب. فبالتالي متى سنصل الى مرحله ان هناك استقرار في الاسماء
في أسماء اللاعبين على مستوى المنتخب الوطني. بعض اللاعبين اللي موجودين أيضا في القائمة لم يظهروا ما يشفع لهم التواجد خلال الفترة الماضية. خلينا نكون حقيقيين واقعيين، حتى اللاعبين القدامى، حتى اللاعبين أصحاب الخبرة لم يقدموا المستوى اللي يشفع لهم أنهم يكونوا موجودين في القائمة. لماذا اليوم إحنا نعيد هؤلاء اللاعبين؟ مثل من يعني؟ بدون ما أذكر أعتقد أن الكل متابع للدورة ونعرف اللاعبين اللي جالسين يعطوا مستويات جيدة واللاعبين اللي مستوياتهم يعني خلينا نقول نازلة. فأنا أعتقد أنه من الجيد أن إحنا لو يت الدوري ما المدرب ما اختار إلا عبد السلام عامر، عصام علي البوسعيدي، رايد، عصام، علي الجابري، حمد البوسعيدي، أحمد الحبشي عفوا، جابر العويسي، وحاتم الحمحمي، وأيمن درويش، وعمر المالكي، وعبد المجيد. هذا اللي فقط اللي هم في الدوري، وخالد علوي الكل في الدوري. لا لا، البقية المنتخب العسكري موجودين. يعني هل يعني المنتخب العسكري هل نتغافل العطاءات من لاعبي المنتخب العسكري؟ ما ممكن. كيف يعني نقول له ايوه يعني نختارهم الدوري المدرب اسماء معينة؟ لا لا، هل نختلف ان ايمن الصولي ما ظهر في الدوري؟ هل نختلف ان حاتم الحميد ما ظهر في الدوري؟ في بعض اللاعبين ما ظهروا ما يفعل لهم، سواء كان في المنتخب العسكري او حتى في المنتخب الاول. يعني اللاعبين اللي كانوا في المنتخب العسكري كانوا كلهم جيدين. طيب ليش ما نشوف جمعة درويش هنا موجود مع المجموعه؟ جمعة درويش ما يمكن، لماذا ما نشاهد محمد تقي متالق في الدوري متالق في المنتخب العسكري؟ مدرب يا محمد. اذا الان في اختلاف ما بينه وبين اختلاف محمد. وفي اتفاق انه في بعض اللاعبين كانوا جيدين ويفترض انهم يحصلوا فرصه للتجربه على الاقل. انا بالنسبه لي المنتخب العسكري ما كان هو المنتخب المثالي. ايضا المنتخب العسكري كقائمه عليه كثير من الملاحظات، فبالتالي انا وجهه نظري هذه طبعاً. ان اللاعبين وبدون ما، لان اليوم احنا المنتخب هيكون في معسكر وعنده مشاركه، ما ممكن ان احنا نتحدث عن اللاعبين بكثير من السلبيه، لكن نتحدث عن القائمه بشكل عام. انا ذكرت بعض الامثله لاني فعلا استغرب ان مدرب، يعني انا من ضمن الاستفهامات اللي استفهمتها عن حمد الحبسي، قالوا شاهدوا في مباراه المنتخب الاولمبي ضد المنتخب او مع المنتخب الاولمبي وكان متالق. يعني من مباراه واحده يتم ضم لاعب. محمد اللاعب يبرز حتى من نص ساعه. لا اسمح لي. اللاعب لما وقفت لاعب النادي يختلف عن لاعب المنتخب، يختلف عن، انا ما محتاج الى لاعب يبرز له في مباراه واحده، ولا في كل مباراه برز فيها لاعب لازم اخذه للمنتخب. صحيح، لازم يكون في رتم ثابت للاعب المنتخب الوطني. ما في لاعب هو نبقى من هاي قناعاته. قناعات طبعا. لا، الجهاز الفني المعاون مالي، لانه بالتاكيد يعني عنده اذا ندخل هنا وعنده ولي. لا بس اذا خالد ندخل في موضوع القناعات، يعني هذا بعد ايضا مشكله كبيره، موضوع القناعات او الاراء الخاصه والشخصيه. يعني مثلا اليوم لما يجي مدرب ويجيب لاعب من دكه البدلاء ويستدعيه للمنتخب ويضمه على حساب لاعبين يلعبوا اساسيين، واحنا كلنا هنا نجي نتفق نقول كيف المدرب اختار لاعب هذا من دكه البدلاء وحطه في المنتخب؟ واحد يقول لا هذا قناعات شخصيه. هذا مش قناعات شخصيه، يعني هذا يكون خارج القناعات الشخصيه. القناعات الشخصية لما تكون بديل يا محمد، يعني هو نفس قياس هو قياس على موضوع الحكم بشر، هاي نفس الكلام. يعني اذا القناعات الشخصيه لما يكون في اختلاف، هنا خرجنا من موضوع القناعات الشخصيه. القناعات الشخصيه يجب انها تقنع الجميع او الاغلب، مش الجميع. اولا تفضل انا اتفق في جزء كبير من اللي ذكره محمد في كيفيه اختيار اللاعبين، ولكن يعني الكلام اللي ذكره بانه في مجموعه وفي اسماء ذكرها هو ترى في النهايه اختلاف، يعني قناعات مدرب. ممكن الأسماء اللي ذكرها هو المدرب ما عنده يعني قناعة تامة بهؤلاء اللاعبين، لكن في الجانب الآخر اللي أنت ذكرته بأنه الأسماء اللي موجودة نعرفها ونعرف قيمتها الفنية، ولكن القيمة الفنية اللي موجودة في اللاعبين الآن هل هي نفس القيمة الفنية المعروفة عنهم ولا في تنازل؟ في بعض الأسماء للأمانة لم تقدم شيء يعني جيد في لناديهم وحتى في الدوري. صحيح، يعني شاهدناهم، ويعني لكن تظل اسماء ولها قيمه فنيه، ولكن احنا بنتكلم على المستوى. يعني مثل ذكر الكابتن يعني جابر العويسي، نعرفه انه كان في اصابه، وحتى الفتره الماضيه
قبل ما يصاب كان مستواه الفني في تنازل. وصحيح اني انا الان نحن مشكلتنا في منتخبنا بشكل كبير جدا انه اي لاعب يظهر في مباراه ولا مباراتين على طول يستدعى للمنتخب. يجب انه في بعض اللاعبين يعني انا اشوفهم مستواهم ما يأهلهم انهم يكونوا في المنتخب، ممكن يكونوا في النادي يعني ممكن قائمين بدور، ولكن في المنتخب منتخب يحتاج له الى قيمه فنيه كبيره جدا. يجب انه المدرب ياخذ هذا في الاعتبار بانه القيمه الفنيه في ثبات في المستوى، وايضا عامل فارق يعني على سبيل المثال وليس الحصر. جميل اللي احمد جميل ما تختلف عليه، هذا ما حد يختلف عليه، مقدم دور يعني جدا رائع ان كان في نادي الشباب او حتى في البطوله العسكريه ظهر بصوره جدا ملفته. هذا اللاعب يعني قدر انه يوصل بشكل كبير او بنسبه كبيره للمنتخب الوطني وما في اختلاف عليه، لكن نحن نتفاجأ انه في بعض اللاعبين الان انا مريض اني يعني اعكر صفو الجهاز الفني ولا ننتقد يعني بشكل بالتشكيل او بالقائمة. في النهاية هذا يعني رأي، هذا رأي، وهم في النهايه هم يتحملوا المسؤوليه، ولكن اللي نريد نذكره انه اللي يكون في المنتخب لحنا شاهدنا في الفتره الماضيه اي واحد الان يعني قدم مباراه ولا مباراتين ويكون في المنتخب وبعدين نتفاجأ بمستواه انه ما زال يعني غير قادر على انه يقابه فرق قويه وفرق ان كانت خليجيه ولا حتى اسيويه. وفي بعض اللاعبين لاعبين انديه، خلينا نكون صريحين يعني يكونوا في المنتخب ما نشاهد العطاء اللي يقدمه مثل ما يقدمه في النادي. فيجب على الجهاز الفني انه يختار بعنايه ويختار يعني على اساس انه نحن الكل ما يكون هناك في 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 نقطه او ما هو درا في النهايه ايضا سيف يعني نتفق في هذا في العموم صحيح نعم، بس ترى لو كل واحد منا جاب تشكيل لا 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 انا بعدنا لا 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 مش اقصد كذا نعم. اقصد لو احنا كلنا مدربين نعم. الان وكل واحد قالوا لي جيب تشكيله من 30 او 24 ايا كان الرقم بنختلف بعدنا بنختلف في بعض الاسماء صحيح صحيح، لان هذا كل واحد ورؤيته ايضا للموضوع. وهو حتى 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 ممكن الجهاز الفني ينظر للاعب او لاعبين معينين يعرف امكانياتهم ولكن ممكن ما محصلين فرصه في ناديهم لا بس هو او ما ظهروا بالمستوى. هو العون اكثر من المساعدين الان أكيد يعني مهنا ووليد هم اقرب من فيربيك نعم للاعبين كلهم هذه، لكن هذا مش على حساب يعني حتى لو كان مثلا انا سيف اعرف مثلا صالح البارح امكانياته جيده ولكن ممكن ما محصل فرصه الكافيه في نادي، لكن اعرف امكانياته ممكن انه يقدم. ولكن انا بغامر في هذا الجانب انه اللاعب يجب ان يكون لاعب اساسي في ناديه ويجب ان يكون لاعب مؤثر مؤثر بشكل كبير. في بعض الاسماء اللي موجوده غير مؤثره، لاعبين عندهم يعني قيمه فنيه ولكن غير مؤثره في في طيب ابو سلطان احنا نتفق ان هذا قائمه اوليه، قائمه عسكر بعد في لاعبين سويه قائمه اعطت المدرب فرصه ان يشوف اسماء جديده نعم نتفق. عندك انت عندك الحين تذكر حسبني يمكن 15 لاعب، 15 لاعب منطقيا لما يجي حارب السعدي بيكون مكانه موجود، لما احمد كارو بيكون مكانه موجود، لما ياسين مثلا الشيادي، فهد القلبوبي، علي الحبسي، خالد يعقوبي، هذا يعني اسماء مسلمي الشيبي، هذا اسماء خلاص معروفه. فلذلك القائمه هي بتقلص، يمكن الاسماء اللي محمد يذكرها الحين واللي لمح عليها يمكن ما بنشوف حتى المعسكر القادم متى ما اكتملت القائمه، لذلك هذه قائمه اوليه. فنحن نتعشم خير ان يشوف المدرب لا اسم ولا اسمين. احنا امامنا قائمه، احنا امامنا قائمه، اللي ما موجودين في القائمه هذا ما بنتحدث عنهم. القائمه اللي موجوده هذا محمد هذا مش قائمه منتخب لا باكر ضد بوتان، هذا قائمه معسكر داخلي اولي تخلو من 15 لاعب لهم ثقلهم في القائمه. اذا هذه فرصه، اذا محمد هذه قائمه من 26 لاعب 26 محمد طيب هل تبغى لحظه محمد شوي، هل تريد مدرب المنتخب يسوي معسكر من اللاعبين اللي هم نعرفهم خلاص مش يعني هم المميزين فقط نعم وهذا الاسماء البقيه ما يستدعيها عشان يسوي معسكر؟ طيب اذا انت الان لازم يكمل معسكر 26 لاعب. لا بس انت الان تجيب على نفس التساؤل اللي احنا نقول، هل ال 26 هم كانوا الاميز في الدوري؟ هو وجهه نظر ايوه. اذا وجهازي وجهازي اسمحني اذا وجهه نظرهم خاطئه. ازير هاي وجهه نظرك انت. لا مش وجهه نظري صح، هو يجيب اللي عنده وانا اعطيه اللي عندي. زيت راح وجهه نظرك لما تقول لي الان خلينا اذا كان الاميز هو يتكلم عن الاميز انت خذ المهاجمين، وين الاميز المهاجمين؟ الوحيد اللي استدعى عصام البارحي عبد العزيز المقبالي من قائمه الهدافين الدوري حاليا مو شرط من قائمه الهدافين. معليش انت يعني عبد العزيز المقبالي الحين معاه مدرب نادي الاميز المدافعين، هل هذا هو الاميز؟ الاميز في دورينا
سامي الحمراشدي مقدم مستويات ممتازة. سامي الحمراشدي مرة نشوف ظهير يسار، مرة نشوف وسط يسار. ما شوف أحمد سليم مقدم دوري في الدور الأول أفضل، وكان موجود أيضا في القائمة الأولية قائمة لوبيز. أنا بعطيك على الخطوط. طيب. في لاعبين الارتكاز أيضا هناك لاعبين مقدمين مستويات أفضل. على مستوى لاعبين المهاجمين أيضا هناك محمد تقي أميز لاعب هذا الموسم. جمعة درويش من أميز اللاعبين أيضا سواء كان في المنتخب العسكري أو حتى على هو إذا معليش أنا أقول له إذا كانت هي وجهة نظره هذه فأنا أعتقد أن هي وجهة نظر مش صحيحة. إذا كان هو هذا هؤلاء هم الأميز، هذا وجهة نظري. ما نختلف إحنا الآن ولا نقول أنه هذا مش انتقاد، إحنا نناقش قائمة موجودة أمامنا. نتمنى فعلا وأنا قلتها من البداية إحنا الآن ما زلنا في 50 لاعب ما زلنا، ونتمنى أنه اليوم لجنة المنتخبات أو المشرفين أو القائمين على المنتخب الوطني يا جماعة الخير يكفينا عدم استقرار. إحنا الآن من 2010 وإحنا في عدم استقرار في المنتخب الوطني، أسماء تأتي وأسماء تذهب، أسماء تجرب وأسماء إذا محمد إذا كان يعني أنت بوجه نظرك كذي يعني خلاص نقفل القائمة ولا يبرز وما نستدعي مرة ثانية، بس خلاص نثبت على 30 لاعب. أنا ما قلت هذا الكلام، أنت حتقول كذي، تقول لازم نثبت لازم نثبت لازم نكون فعلا لازم فعلا لازم يكون عندنا مجموعة مميزة من اللاعب. طيب أنت تقول بس اللي هو عماد المنتخب زين يا محمد، ترى في يوم من الأيام لازم نبرز حالك. التغييرات تصير في 5-6 لاعبين زين، هاي 6 لاعبين الحين لحد الحين هاي لحد الحين قائمة أولية محمد. طيب. عندك 15 لاعب برا. طيب ما زلنا ننتظر. ما زلنا ننتظر. أيوة تلاحقكم. معلي بنشرك للمشاهدين على أسئلة سريعة بتغريداتهم حساب البرنامج. بنشوف وجهة نظرهم. محمد الحامدي أعضاء فريق الحكم عليكم في الأسماء المختارة لتمثيل المنتخب للاستحقاقات القادمة. طبعا هذا الكلام مستمر موجود لا زالت، والإجابة يعني سمعناها من الشباب الآن بانتظار أبو حمد. نشوف سؤال آخر، علي الحضري يقول السؤال يا أعضاء برنامج، هل هناك لاعبين يستحقوا الانضمام للمنتخب لم يختارهم ويضمهم الجهاز الفني؟ نعم هذا تكلمنا فيه محمد طبعا. سالم من القبالة أيضا لاعب صحار يقدم مستوى مميز في الدور الأول. ترى أقول لك لو سوينا كلنا طبعا احنا قائمة تشكيلة الأسبوع حتى كريم السؤال، ما هو تقييمكم لعمل الاتحاد الجديد حتى اليوم بشكل عام؟ أقصد هل هناك مؤشرات إيجابية واضحة ومغايرة عن العمل السابق؟ بانتظار ما سيكون ان شاء الله يعني هذا صحيح، نتمنى ذلك ان نكون الافضل دائما بهذا الاتحاد وبغيره، يعني ان شاء الله الكره العمانيه تكون للافضل. محمد اسمع رايك، طبعا محمد هو ايضا عضو لجنه المنتخبات بس اللجنه ما بدت عملها، فاعطينا من فضل رايك. فاتاكد لما بيكون الحديث عن المنتخب. مساء الخير للمشاهدين، مساء الخير لكم طبعا، ولكن نتاكد لما بيكون العمل على المنتخبات ما اعتقد اني بكون محايد، بكون محايد وما بكون مستمع موجود مستبعد. فعلى العموم انا احيي الاخوه صراحه، يعني يجب انه نتكلم بتعمق في الاسماء اللي اختارها الجهاز الفني، ولكن خلينا نبدا من اول شيء بالنسبه لعمل كيف الجهاز الفني لاختيار الاسماء. الآن إحنا صحيح إنه نعرف إنه وليد والكابتن مهني هم الأكثر يعني معروفة باللاعبين وهم المعاونين للمدرب فيربك بعد إلى حد الآن ما عنده الصورة الواضحة لكثير من الأسماء، ولكن لما تكون أنت كمساعد، وهذا مواقع تجربة، أنا أتكلم اليوم، أنت لما تكون مساعد مسمى المساعد، أنت صحيح إنك شريك أساسي مع المدرب في المشورة وفي إعطاء بعض وجهات نظر، ولكن المدرب له وجهة نظره في عدم الاختيار في عدم الأخذ بقولك ما أخذ بقولك ما وما شابه، ولكن نعم ولكن هناك إذا استدعى الأمر فيما بعد إنه هذا اللاعب اللي كنت أنت تزكيه للمدرب أو اللي كنت أنت تكلم عنه المدرب إنه ممكن يفيد للمرحلة القادمة، هناك أنت ممكن إنك تحاجي المدرب وتجلس مع جلسة صراحة. في المقام الأول هي خيارات مدرب، في المقام الأول هذه كلها الأسماء هي خيارات يعني أولية. نعم هناك في أسماء ما ظهرت حتى الآن في الدوري، في أسماء ما ظهرت، ولكن هذا ما يمنع إنه نعطي مساحة أكبر للمدرب على أساس يشوف هو اللاعبين. اليوم لا غنى عن المسلمي، لا غنى عن الشيبي، يعني هذه أسماء معروفة ركيزة. في أسماء من ضمن هذه القائمة حتى الآن برغم إنها أسماء معروفة ولكن ما ظهرت بالمستوى في الدوري، ما ظهرت بالمستوى. اليوم لما نتكلم عن حمد حتى مع المدربين السابقين ما كان الاختيار لمحمد، برغم محمد لاعب مميز الحبسي، وحمد هو اللي دائما ينضم. اليوم لما نشوف يعني الحمحمي
وبعد فترة طويلة من كان في الأولمبي وفيما بعد يعني ما كان توقف، ولكن يرجع مثل ما ذكر أخوي صالح حصل مساحة، إذا ما يمنع أنه المدرب يأخذ ويشوفه. اليوم في أسماء، يعني في أسماء، عبد المجيد احنا نعرفه، يمكن سيف سلطان من اشد المعجبين بعبد المجيد اللي احمد لا عبد المجيد عبد المجيد ظهير انت اكثر مناسبه تكلمت عنه، فنفس الشيء لاعب مميز. نعم هناك في لاعبين مميزين يعني من ضمنهم ذكرهم الاخ محمد حتى الان المدرب مختارهم، ولكن تبقى هي وجهه نظر مدرب، وجهه نظر مدرب. يعني هناك يجب ان المعاونين هم يقدموا المشوره، واللاعبين اللاعب يجب ان تكون فيه احصائيه، إحصائية كم يلعب في نادي اليوم. لو نجي على سبيل المثال جمعة درويش، جمعة درويش قدم مستوى جميل جدا في الدور الأول مع العروبة، لكن وين الآن؟ في النصر ما يلعب، وإذا لعب مو هو مستوى جمعة درويش، بالرغم أن الموسم اللي فات ما كان جيد، الموسم اللي فات ما كان جيد، ولكن هذا الموسم عمل شغل غير عادي صراحة، وكان من أميز اللاعبين مع العروبة. انتقل لظرف نووي مع النصر فما ساعدت المجموعة، وهو ما ساعد نفسه، ما لاحظنا بهذاك التهيج وبهذاك يعني البروز اللي كان فيه في الدور الاول. اذا المنتخب الاولمبي كان بديل، اذا المنتخب العسكري محمد تغي نعم لاعب مقدم نفسه بشكل جيد هذا الموسم، ولكن هناك انا عندي الخيارات، مثلا على سبيل المثال احنا نعرف انه هناك في خيار عبد العزيز، انا عندي عبد العزيز، عبد العزيز بعد الاصابه جالس يعمل شغل جيد مع فنجي، محمد المعشري على سبيل المثال وهو وسط ومن فتره طويله مع اكثر من مدرب هو لاعب وسط، بعد الإصابة حاليا يقدم من أفضل المستويات مع فنجان. إذا أنت ما تقدر إنك ما تستدعي، تستدعي ولكن هذه فرصة لكثير من اللاعبين بما إنها غايمة أولية، خاصة اللاعبين الأسماء هم معروفة وما عاملين هذا الفارق. في أسماء أخرى في نفس المراكز هذه، في أسماء تنتظر اليوم. أنا تشوف، أنا أتكلم صريح، يمكن أنتم ما تريدوا تذكروا أسماء، خياركم واحترمه، ولكن أنا ما ممكن اليوم أتكلم بدون أسماء طالما إن أمام المشاهدين وهذا رأي. اليوم خالد العلوي هذه فرصة له، صحيح ممكن إن يمسكه، ممكن لا. جابر العويسي ممكن الفرصة الأخيرة له، غاسم سعيد ممكن من الفرص القليلة له، غاسم موهوب ولكن مش هو مستواه اللي مقدم لنا في الدوري، غاسم عنده إمكانيات أكبر. سعد السهيل هذه فرصة للاستمرار في عمل في عمر المالكي، هذه فرصة له. فكثير من اللاعبين أتمنى إنهم يكونوا، إن هذه هي الفرصة للانضمام للمجموعة اللي بيختارها المدرب، المجموعة النهائية. فنتمنى التوفيق إن شاء الله لكل الأسماء. أبو حمد، يعني من المهاجمين اللي اختارهم المدرب في هذا التشكيلة، خلينا نشيل عصام البارح اللي هو متصدر الهدافين، سامي الحسني، سعود الفارسي، عبد العزيز المقبالي، أربعة. إيه. زين، الثلاثة يسبقهم يونس المشيفري في معدل التهديف. بس في عوامل يا محمد. يونس السن كم عمر يونس؟ إذا أنت تتكلم عن السن. لا أيوة طلب هذا كلام السن. إذا هنا في لاعبين أيضا. لا سامي محمد. لا أنت تتكلم. يونس كم عمره؟ يونس كم عمره؟ أخذ فرصة من أيام. لكن لاعب مسجل أهداف أكثر. أنت الحين ما حطيت، يعني أشوف أنك أنت دخلت في حتى بتدخل في عمل الجهاز الفني. أيوة. يعني صح إنه فيها هناك أسماء. اسمع احنا متفقين على هذا النقطه. اذا لكن انت من المفترض ان احنا هذا الموضوع ما نفتحه للنقاش. لا عشان ما نتدخل في عمل جهاز الفني. وجهه نظري انه لما يكون عندي هداف ان شاء الله عمره خلاص معدي، لكنه هذا هو الهداف اللي موجود، هذا اللي مسجل الاهداف اكثر من هذا اللاعبين الشباب، هذا ما يستاهل ان يعطينا فرصه. بس يونس مع المنتخب من زمان لروه، من 2009 مع المنتخب اخذ فرصه خليه يكون من زمان. يا جماعه الخير، اسماعيل مطر يلعب في المنتخب الاماراتي الى الان. بس انا اتكلم الان لاعب معدل اهدافه على اكثر من اللي سجل. وبعدين يونس راجع مؤخرا من الايقاف. يا اخي انا اذا كان يونس المشيفري يستغل الفرص اللي تتاح له ويسجل، اجيبه افضل من المهاجم اللي يركض شرق وضربه وما يسجل لي هدف. انت تريد تبني منتخب ولا تريد انت يعني ما اعطيتنا اسماء يعني. يعني بكره لا نبني احنا البناء في المراحل السنيه. لا البناء في المراحل السنيه، ما في بناء في المنتخب. انت تريد منتخب المستقبل ولا تريد منتخب يعني اللاعب فيه
عمران بلدي احنا عندنا الامور كلها مع طيب احنا ممكن هذا محمد هذا القائم النهائي لما بتكون اي طبعا بعدين ممكن قبل المباراه ممكن احنا الان جالسين نتكلم يعني في اشياء الان الاوليه نتحدث عن قائمه اوليه قائمه اوليه طيب احنا الان لما نتكلم عن مرحله عشان بس اطلع من عن موضوع احنا عندنا الاشياء معكوسه معليش ابو خالد خلينا نتكلم بكل شفافيه اللاعبين اغلبهم هذا اللي تشاهدهم في المنتخب الاول ما او الاغلب خلينا ما نقول كل ما تجي تشوفهم في المراحل السنيه في منتخبات المراحل السنيه لاعب مثل رايد ما اكتشف الا في المنتخب الاولمبي مثلا لاعب خلينا نقول عبد العزيز يعني ما تدرج رايد في المراحل السنيه ما تدرج في المنتخبات ولكن في نادي تدرج نادي العروبه في نادي تدرج المنتخبات ايوه هي تبقى هي موهبه هي تبقى هذه انت ترد على نفسك كذي هذه هي تبقى نظره المدرب ايوه هذه نظرة المدرب. مدرب منتخب الناشئين ما كان عنده قناعات في رأي. مدرب منتخب الأولمبي كانت عنده قناعة في رأي. فكل مدرب ولا 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 نظرته. اليوم لما نرجع وأقول لك أن إحنا عندنا عمل طيب معقول ليش نطلع من المحور؟ في جزئيات بسيطة أبو الياسين. الآن لما نتكلم عن يونس كل حد يعرف يونس. يونس اليوم عنده فريق ممكن ينجح أي لا. بس لما ينجح أو ينجح الفريق. لا. أنا أقول لك اليوم الشباب كامل. أي لاعب أنت تجيبه مع الشباب ممكن يبرز لوكاس مباراتين يعني أي لاعب ممكن مع الشباب بدون يعني يونس أو أي لاعب يجيبه مكان يونس ممكن أنه يصير الهداف لا ما يقول لك تصير الهداف هي الهداف اليوم إذا كثير من الدول الآن عن قيمة عظام البارح اللي متصدر الهدافين مع فريق في مؤخرة يمكن هو كمدرب ممكن هو لا تشوف المدرب محمد المدرب حتى لو يعني لو عنده رغبه في لاعب يسال بعض المرات عن عمره يسال عن عمر اللاعب انت صحيح انك تريد عطاء لان طريقه لعبه هو تعتمد على ايش اليوم اليوم انا اريد لاعبين مثلا لا كوجه نظر ابو محمد ايضا المدرب له فكره طبعا هذا هي طريقه لعب يعني ممكن انا ممكن اختار يونس لكن اشوف وعارف ان لاعب هداف عنده قناعات عندي قناعات وبارز هذا اللاعبين كلهم وين يلعبوا؟ يلعبوا في الدوري في الدوري العماني أيوه. المحلي أيوه. طيب انا انتقل للدوري شكرا لكم طيب بنختار بنروح للتقرير الخاص بالجوله يا شباب طيب بنشوف اللي صار في دورنا حتى الان مع هذه الجوله 16 وبنبدا الكلام ايضا عن دخول ناصر الحجري ابراهيم صومار الى تدريب انديه الدوري المحترفين هذا الموسم ارحل اهلا ارحل اهلا ارحل اهلا ارحل اهلا ارحل اهلا سيمفونية عذبة عزفت امام ابواب الاندية في الحقيقة انديتنا اعتادت على الترحيب والتوديع فاحترفت اكثر من احترافها الكروي 28 مدربا مروا على 14 ناديا في 16 جولة هذا رقم مذهل ترى ما النتيجة تغيير فانتصار يليه انتصار ثم سقوط ثم التغيير مجددا لتعود السيمفونية العذبة ارحل أهلا هذا شأن القاعدين على دكة البدلاء تلك الأجهزة الفنية المغلوب على أمرها ماذا عن دورينا؟ ما حال القمة والقاع والمناطق الدافئة؟ دورينا يقول أنا شبابي حتى اللحظة الشباب هانئا سالما متسلطنا مع سالم سلطان وكأنه يقول ها أنا ذا فهل من منازل؟ لا وحده صحار من أزعجك عدا ذلك أنت متسيدا للساحة باقتدار لكن حذاري فالطريق وعر إن كنت تشك في ذلك فاسأل ملاحقك ظفار ها هو ابتعد عنك بفارق 4 نقاط ولأن هذا الدوري لا يؤتمن ذاك العروبة الذي ظهر في القسم الأول بثوب أنيق ها هو يرتدي ثوبا باهتا في قسم الإياب والآخر تعثر فأعطى فسحة للشباب كي يجري بنقاطه بعيدا عنهم لذا كان أكبر المستفيدين على الأقل في زحام الصدارة ليس وحده الشباب من استفاد من تعثرهم صحار ورغم ما ألم به من ألم استفاق فاقترب علّه يظفر بمركز يأخذه لبطولة خارجية إن لم يلحق بقطار الشباب ويبدو أن حال البعض في قسم الإياب بدا مغايرا فنأت العيوب بنفسها لتخرج لنا النهضة بصورته الحقيقية 7 نقاط من أصل 9 نقاط
تلك نجاعة مثالية. حال فنجة مشابها للعنيد، سليمان يقود الدفة باقتدار، أطاح بالعروبة وبالسويق قبل ذلك. البعض بدا والآخر اختفى. ليس هذا هو النصر الذي رسمت ملامحه مطلع الموسم الحالي، ليس هذا هو الفريق الذي بإمكانه أن ينافس على اللقب. تسألون لماذا؟ كسب نقطة من أصل 9 نقاط وسجل 3 أهداف واستقبل 9 في آخر 3 مواجهات. تارة نقدم على عتاب صحم وتارة نتراجع. الآسيوية أنهكته بعض الشيء، لكن ذلك لا يلغي تذبذب الموج لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. الحديث عن النقلة النوعية لا يستحقها سوى مسقط. برافو يا محسن، برافو فارس العاصمة، انتفاضة في وقتها، كما أن فوز السويق كان في وقته. حكيم أحكم قبضته على ظفار فظفر بالنقاط الكاملة. المركزان 11 و12 خانتان يحجزهما من استقدم مدربين جدد عمان والخابورة، وكلاهما مواطنين. عمان جاء بصمار والخابورة وقع مع الحجري. بعد كل هذا الضجيج حضر الوئام فالتف الجمع على العنابي. هذا ما كان منتظرا وهذا ما حدث فعلا. بقي أن تنتشل الرستاق لتبحروا معا نحو الطرق الآمنة. الأمان رفيق الجميع سواك يا جعلان. أمامك كم وافر من النقاط، لكن ذلك مرهون بتعثر خصومك وانتفاضة مثالية. هل يتأتى ذلك؟ البوادر لا تنبئ بحديث آخر سوى ما نراه آنيا. من بدري يا شباب من بدري. طيب هذا حل دورينا مع نهاية الأسبوع 16 ومن الجولة 16 نهايتها لغاية انطلاقة الجولة 17 بكرة. طبعا دخول مدربين ناصر وإبراهيم سومر. بنشوف في البداية موضوع الحسابات أيضا، آخر أخبار الموجودة فيها، بعض الصور، وبعدين بناخذ أيضا الحساب الرسمي للبرنامج، توقعات اللي حاطينها الشباب. نادي صحم الفريق الكروي الأول ينهي الحصة التدريبية الأخيرة مساء اليوم، حيث سيواجه غدا الأربعاء نادي عمان مجمع صحار ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري. هذه المباراة بتكون الساعة 7:30 في مجمع صحار. حساب نادي جعلان شعار عدم الاستسلام وكسب النقاط الثلاث. نادينا يستضيف صحار غدا من مجمع صور الساعة 5:30 في الجولة 17، ونتمنى التوفيق للفريقين. هذه المباراة بتكون منقولة عبر قناة عمان مباشر إن شاء الله 5:30. مجلس جماهير الرستاق بحمد الله وتوفيق مجهودات الفاضل المهندس إبراهيم المهداوي، تم عقد اجتماع مع إدارة نادي الرستاق لتقريب وجهات النظر والوقوف خلف الكيان العنابي، وأعتقد الأمور انتهت بين الطرفين. نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق، نادي الرستاق نتمنى له كل التوفيق. تحية للمهندس إبراهيم المهداوي أبو عبد الله على ما قام به، والأمور عادت إلى مجراها الطبيعي بين النادي ومجلس جماهير رستاق، فلهم كل التحية وبالتوفيق إن شاء الله، والنادي يبقى هو الكيان المستمر في الولاية. طيب هذه التوقعاتكم بالنسبة لمواجهات الغد على حساب البرنامج الرسمي بالتويتر. حتى الآن 69% يتوقعوا فوز صحار على جعلان. بالنسبة لمباراة العروبة والنهضة 39% يتوقعون فوز العروبة و 37% يتوقعون النهضة و 24% يتوقعون التعادل. طبعا التصويت مستمر لما قبل نهاية الحلقة إن شاء الله. بالنسبة للمباراة الثالثة 65% يتوقع فوز السويق على النصر، 16% للتعادل. صحم ونادي عمان 51% يتوقعوا فوز صحم، 20% يتوقعون التعادل، 29% يتوقعوا فوز نادي عمان في المباراة. هذه التغريدة أيضا بالنسبة لرأيكم في التقييم اللي يستحق المستوى الفني لدورينا بعد مرور 16 جولة. 5% يقولون أنه مستوى فني ممتاز، 15% جيد جدا، 41% مقبول، 39% ضعيف. طيب مع نهاية الجولة 16 آخر الإحصائيات اللي رصدها فريق الإعداد، نبدأ ب الدقائق اللي تعودنا عليها. حتى الآن في دورينا 10,080 دقيقة لعبت، سجل فيها 296 هدف بواقع هدف كل 34 دقيقة،
720 دقيقة انتهت سلبية، أضعف خط دفاع رستاق في مرمى 29 هدف، أضعف خط هجوم الخابورة في مرمى 12 هدف. أقوى خط دفاع ظفار والشباب اللي مرماهم فقط 14 هدف، والشباب هو أقوى خط هجوم في دورينا حتى الآن، متصدر جدول الترتيب ب 29 هدف. بالنسبة لهدافين الدوري مع نهاية الأسبوع 16، طبعا لاعب نادي الرساق ومهاجم نادي الرساق عصام البارحي يتصدر قائمة هدافي الدوري عند 12 هدف. خليفة الجهوري طبعا مستمر في القائمة بعشرة أهداف رغم انتهاء الموسم بالنسبة له. فرانك لاعب النهضة عند 10 أهداف، يونس مشيفري الشباب يدخل القائمة بثمانية أهداف. طيب احنا ما بنتكلم هذا للاسف على موضوع الخيارات والتشكيل اللي تعودنا عليه، لان مثل ما تابعتوا الجوله الماضيه كان نقل لمباراتين بموضوع ان الجوله كلها كانت في يوم واحد، فمن المستحيل ان نعمل طبعا اختيارات الافضل وايضا التشكيله. طيب بنروح الى دخول الناصر الحجري ابراهيم صومار الى دورينا. ناصر الحجري مع الخابور، ابراهيم صومار مع نادي عمان. طبعا نادي الخابورة غير اكثر من مدرب، الخشاب عمار الشمالي الشمالي في البدايه، وعلي مبارك كان مسك الفريق في الفتره الاخيره، الان تعاقد رسمي مع المدرب الوطني ناصر الحجري صالح. اذا تغيير اخر في الخابورة، طبعا في محاوله للحاق فيما تبقى من الموسم بالنسبه للفريق اللي في المركز 12. اول شيء ابو خالد، يعني الخابوره من ضمن الفرق اللي غيرت اربع مدربين حال حالنا نادي السويق، يعني نادي السويق غير خيري، مجاهد، علي الخنبشي، والان مع حكيم شاكر. الخابوره الان يصل لرقم اربعه، بدايه مع عمار الشمالي، سامي الخشاب، سمير الخشاب، شريف الخشاب، وعلي مبارك، والان الكابتن ناصر الحجري في اول تجربه بالنسبه له. طبعا عبد الله علي مبارك فترة، علي مبارك فتره هو مسك يعني حال الخنبشي، حال مجاهد في السويق، لكن اربع مدربين على الاقل. علي مبارك قد مباراتين يعني علي ما اعتقد يعني لا ما في عقد لا ما في عقد لا ما يعتبر انه هو مدرب على انتقاليه قصده على طيب اربع مدربين يعني يمكن فكر علي يختلف عن فكر المدرب اللي كان معهم مدرب الاول، فبالتالي قاد الفريق في مباراتين، خسر في مباراتين كذلك. اليوم ناصر الحجري تجربة بالنسبة له صعبة جدا، يعني للأمانة بغض النظر عن يعني هدف نادي الخابورة، لكن ما كنت أتمنى من الأخ ناصر الحجري أن يعني يدخل في مأزق. يعني الآن أنت ما تقود فريق في وسط الترتيب، ما تقود فريق مهيئ لك للظروف، ما تقود فريق وفي وضع جيد، أنت الآن تقود فريق في مؤخر الترتيب. تجربة أولى بالنسبة لك، إما تدفعك للأفضل وإما أنها يعني تحبطك بشكل أو بآخر، لأن أنك أنت تدخل في صراع مع الزمن، صراع مع التوقيت، مع النتائج السلبية، مع الظروف اللي أمرها بنادي الخابورة. أعتقد نوعا ما مجازفة لناصر الحجري، لكن قناعته يعني خلي مغامرة مغامرة طبعا مغامرة ربما ينجح فيها وربما ما يكون يعني يفشل، ربما ينجح وربما هي للجميع لا بس أنا أتكلم عن واحد يخوض التجربة المرة الأولى. يعني بغض النظر عن إبراهيم صومار قاد نادي السويق في وضع صعب جدا، حقه مع الدوري يعني في 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 فتره بدا المظفر جبار، حقه مع الدوري تجربه كبيره. نقارن بناصر الحجري تجربه اولى، وياتي في دوري امانه المحترفين، ياتي في مع الخابوره. نعم الخابوره عندما يعني يحاول العوده يرجع، لان شاهدناه باداء متميز جدا في مباراه الاياب امام ظفار، شاهدناه متميز جدا، لكن المباراه الاخيره شاهدنا متراجع بشكل كبير امام الشباب، وشاهدنا عليه الكثير من السلبيات. عموما مثل ما ذكرت لك، هي تجربه ربما ينجح فيها ناصر، وربما يعني خلينا نقول هي مغامره اولى لناصر الحجري، لكن ان يكون مدرب يعني عند الرغب وعند الطموح وعند الدافع ان يدخل في هذا في هذا في هذا في هذا التجربه مع نادي الخابور، اعتقد هي المغامره مشتركه يا ابو عبد الله. طبعا لا حتى النادي شوف 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 حتى الاداره محمد لا مغامره مشتركه للنادي، النادي اصلا في وضع صعب فبالتالي ابقى على علي مبارك، او يعني استعان مدرب اخر، ربما يستعين مدرب اخر من خارج السلطنه، وربما يكون مش من خارج السلطنه. يعني مثلا لو انت في وضع اداره الخابوره في هذا الوضع
التفكير ياتي لمدرب اكثر خبره وحنكة في دوري في الدوري ما انت المحترفين لكن انا اعتقد انه اذا اداره الخبر اتجهت الى هذا الخيار اكيد عندها مبررات. طيب عشان كذا انا اسمحوا لي بس الاخ سالم الهاشمي مدير نادي مدير فريق الكروي بنادي الخابوره موجود معي. السلام عليكم اخوي سالم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله. الله يعطيكم العافيه ان شاء الله. حياك الله، سعيدين بوجودك معنا مع طبعا اعضاء الدكه والمشاهدين. نادي الخابور الان بمدرب جديد لاول مره يخوض تجربه دوري الاضواء بين قوسين دوري المحترفين. يعني كيف ولماذا تم الاتجاه الى ناصر؟ هل هناك كانت اسماء اخرى مثلا رفضت الدخول في هذا التوقيت؟ ولماذا ناصر الحجري بالتحديد يقود الخابورة او تم التعاقد معه؟ اول شيء ما اعرف اقول لكم مساء الخير ولا صباح الخير. لا مساء الخير بعد سالم. بعد مساء الخير بعده. امسي عليكم بالخير وعلى الاخوان الاخ صالح الاخ سيف والشباب كلهم. حياك الله. وثاني شيء قررت اداره نادي الخابورة التعاقد مع المدرب ناصر الحجري. على اساس انه من ابناء المدرب وطني وعارف نادي خابوره وعارف يعني الدوري بشكل عام يعني. اي نعم. لكن لاول مره يخوض التجربه يعني في دوري المحترفين. صحيح. ما عنده صحيح. تجربه سابقه. انا اقول لك صح انه اول مره، لكن احنا لما كلمناه قال انا على استعداد تام ان شاء الله. هل كانت في اسماء اخرى مثلا يعني ما تم الاتفاق معها او شيء؟ لا ماشي. هو كان التوجه مباشره. احنا ما نقدر يعني من عمر الدوري ما باقي شيء يعني ما نقدر نجيب مدرب اجنبي يعني في ظل الظروف هذه الصعبه حاليا. لا اقصد حتى مدرب يعني مواطن ايضا مش شرط اجنبي. مواطن والله كنا عاش انتم ذكرتوه سابقا، لكن نادي عمان انتم قبلنا يعني كان لكم لي ايضا في ابراهيم صومار. اي نعم. طيب هل يعني تعتقد ان مثل يمكن بعض الشباب ذكروا انه مغامره للطرفين، ناصر لاول مره موجود، الخابوره يغامر بوجود مدرب ايضا يتعاقد معه في هذا التوقيت بظروف الفريق الان في المركز ال 12 ومحتاج الى تعديل اوضاع كثير، يعني هل هي مغامره للطرفين ولا هي قناعه على اساس عمل جيد قادم في الوقت القادم وفي الجولات المتبقيه؟ شوف والله شوف احنا اللي عرفنا عن الاخ ناصر الحجري انه عنده قدرات فنيه عاليه فاهمني، ومثل ما تقول احنا متفائلين بالاخ ناصر ان شاء الله باراده الله متفائلين خير. يعني بغض النظر عن التفاؤل نتمنى لكم التوفيق ما في شك، لكن هل يعني استشارات معينه من بعض الاخوان مثلا القناعات اللي تمت بالتحديد باتجاه ناصر يعني لاول مره؟ يعني احنا نتمنى له التوفيق لاول مره، يعني مدرب يتواجد ومع فريق مثل ما ذكر صالح في موقف صعب الان الخابوره. والله عاد هذا ايش اقول لك، انا مجلس الاداره هو اللي اقر فما نقدر يعني نغير راي مجلس الاداره. طيب ما كان بالنسبه لكم استمرار علي مناسب مثلا للفتره ايضا يكمل المشوار؟ شوف علي انا ما اقول لك علي مناسب وفوق المناسب، لكن الاخ علي المشكله الوحيده اللي هي شهادة. الاتحاد شارط علينا الشهاده. والاخ علي ما عنده شهاده العيد يعني. ولا الاخ علي ما مقصر بامانه يعني ما مقصر مع الفريق. طيب. وعارف اللاعبين واجتهد هو معاهم في الجهاز الفني بس علي مستمر مع الفريق يعني مع لا لا مستمر ومستمر باقي علي باقي موجود معه. مباراتكم هالجوله عاد يوم الخميس مع مسقط اذا ان شاء الله. ان شاء الله باراده ربك ان شاء الله ونعم بالله بنحقق ان شاء الله بنحقق نتيجه باراده الله. هو سعاد الشيخ فهد يعني وعلى وعد الشباب اللي وعدونا في ان شاء الله بيحقق ظروف التمارين الفريق يعني موجودين الشباب كلهم كعناصر ما عندكم اي غيابات مثلا يعني في ظروف التدريب يعني ماشي مشكله عندكم؟ شوف اللاعبين هذول المشكله انت كلهم اللاعبين اللي معنا متواجدين يعني يعملوا في القوات المسلحه.
يعملوا، فما يكونوا يعني دائما كلهم موجودين. نعم. ما دائما، لكن ان شاء الله اذا الله راد في اليومين الاخيريات بيكون الجميع متواجد، ونسال ربنا ان شاء الله ان الجميع متواجد، نسال ربنا ان شاء الله ان نحقق نتيجه زينه ان شاء الله باذن ربك. طيب شكرا لك سالم الهاشمي مدير الفريق الكروي الاول بنادي الخابوره، شكرا جزيلا. العفو طال عمرك. حياك الله، شكرا جزيلا. خلنا ابو خالد شويه بعد اضيف، ليش انا قلت مغامره ومجازفه؟ لو تذكرون قبل كم موسم محمد البلوشي، محمد البلوشي راح النصر، وقلنا وتكلم الجميع يمكن اغلب الشباب تكلموا في البرنامج وتكلمنا وقلنا ان محمد يعني دخل في مغامره مع النصر في وضع النصر كان صعب، واعتقد النصر في ذاك الموسم هبط. يعني محمد حتى ما كمل يمكن 5 جولات 6 جولات عبد الله محمد البلوشي وطلع. ابو عبد الله عذرا يعني تفضل. يعني انا اشوف انه بالنسبه للمدربين يعني محمد البلوشي انت ذكرته نهيت كلامك بالكابتن محمد البلوشي، وايضا بالنسبه للكابتن ناصر وبالنسبه للكابتن ممكن الكابتن ابراهيم صومار عنده تجربه، ولكن انا معتقد انه المغامره للانديه هي المغامره لا بس اللي هي لكن بالنسبه للناصر اي يعني انا اعتقد انها هي ما مغامره، لا هي فرصه، هي فرصه انه يكون موجود، لا هي فرصه بانه يثبت وجوده، فرصه لكن انك تعتبر متى تريد الناصر الحقري انه يحصل مثل هذه الفرصه؟ لا بس مغامره، لا يبدا مغامره يعني مغامره. بقول لك ليش مغامره، صح انه وضعيه لحظه بس تفضل تفضل، وضعيه نادي الخابوره نعرفها تماما، وضعيه غير يعني حتى ذكر الاخ سالم لانه اللاعبين يعني في القوات المسلحة ما هم دائما متواجدين، يعني الظروف غير صحية بالنسبة لفريق نعم. يريد يكون مستقر من ناحية التمارين، لذلك من ناحية مغامرة، لذلك مغامرة يعني خلينا لا لا مغامرة بعد على مغامرة هو 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 يعني خاض تجربة من قبل هذه التجربة ترى ما خلاص ناصر الحجري مغامرة ناصر الحجري يعني متى بتريد يحصل فرصة؟ لا بس ما يحصل هي فرصة بالنسبة لا لا محسن لكن مغامرة المغامرة بالنسبة له الرجل يعني ما يثق في قدراته ما بيمشي نادي الخابورة نادي الخابورة وضعيته غير جيدة اليوم وضع يعني انه يغير 3 مدربين في 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 ظروف يعني غير ملائمة لاي لعمل اي مدرب غير ملائمة لعمل اي مدرب لانه اللاعبين طيب ما موجودين طيب ايش ما دام تقول غير ملائمة لعمل اي مدرب نعم ليش تقول ان بالنسبة له فرصة ناصر؟ انا بتكلم بالنسبة لانه يعني ناصر في دوري عمنتل ويعني انا صراحة يعني مع كل احترام للكابتن ناصر انا ما كنت اعرفه من قبل شوف يعني ما تعرفه لكن انه يظهر وانه مثل ما قلت ممكن ينجح وممكن ما ينجح صحيح اذا نجح برافو للكابتن ناصر أيوة. لكن اذا ما نجح هناك نحن نعرف ظروف نادي الخابورة طيب اذا ما نجح ما نجح وبعدين بالنسبه له تجربه تجربه فاشله اسمح لي بالنسبه له تجربه وخاض فيها لا 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 ما ممكنك تحكم عليه من لا 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 ما حكمت انت قلت اذا ما نجح قلت تجربه فاشله اذا انا ما قلت تجربه فاشله انا قلت اذا ما نجح انا قلت تجربه فاشله خلينا نقول احنا ليش لا لا ليش ما تقرب انت ليش ما قلت هذا ايوه ليش احسن ليش احنا نقول ان هذه مغامره ناصر ناصر لو لا قدر الله وان شاء الله نتمنى له التوفيق هو الخبر انا مع كل الاحترام لكل الاحترام شخصه الكابتن ناصر يعني هل ناصر يعني الكابتن ناصر معروف في في في, في يعني الشارع الرياضي والوسط الرياضي وايضا الانديه ولا الدوري ولا الاعلام يعني في محيط الانديه معروف في محيط المدربين معروف في محيط المدربين لكن في المحيط العام بالنسبه لي انا اشوفه يعني هذا اول مره السلام عليكم سيف اول مره المفروض انا ابدا افضل ابدا يا ابو حمد المفروض انا ابدا على الاقل في درجه اولى درجه ثانيه مجازفه للطرف هو بدا في بدايه لكن الان لو نفترض انه ناصر ما توفق في هذه التجربه وان شاء الله الله يوفقه الله يوفقه زين هل هناك انديه ستخدم على التعاقد مع ناصر في المستقبل هو والحين هذا نفس الشيء جاوب لي ابوين عندي محمد اين محمد البلوشي ما حد يتحدث عن هذا الكلام صح اين محمد البلوشي صحيح لا هي تشوف حتى الاخ سالم الهاشمي الان لما ذكر خياراتهم كانت محدودة بالنسبة لانتقاء المدربين حتى الخيارات محدودة الوضع هم كإدارة نادي الخابور عارفين إنه لاعبينهم ما يكونوا متواجدين إذن للطرفين هو يعني لا أبو حمد الخابور ما عنده مغامرة الخابور اوريدي موجود في الوضع اللي هو فيه أنا أشوف للطرفين ليش للطرفين لأن حتى إدارة نادي الخابور هو هذا أنا جبت هذا المدرب ما عنده
تجربة دوري من الأساس. نفس الشيء بالنسبة للكابتن ناصر، إنه أنا رايح الفريق يعاني في جانبين. الآن لما أنا أشوف الخابورة عليه يعني له 12 هدف هجوم ضعيف، عليه تقريبا 21 هدف من 16، إذا دفاع ضعيف. فإذا هني مجازفة بالنسبة للمدرب وبالنسبة حتى للنادي للطرفين. طبعا احنا نتمنى ان شاء الله يكون هناك كابتن ناصر يعني ما شاء الله عليه، ما شاء الله يعني انا حتى كنت متابع للاستوديو التحليلي يعني في عنده يعني بعض الفكر، بعض الاسلوب والطريقه اللي هو دائما يتكلم عنها وتحترم، ووجهه نظر المدربين مختلفه تماما، وكيفيه الاقناع ايضا عنده. ايه بس العمل شيء العمل شيء العمل شيء اخر. الان انا اقول لك مثل ما قلت لك، يعني انا شاهدته في الاستوديو التحليلي، لكن انا ما اعرفه من قبل، اقول اكون صريح، ما اعرف الكابتن ناصر. شوف لكن في عن قناعه، اذا نادي الخابوره اهم، انا ما احط الكابتن ناصر كتجربه اولى بالنسبه له، ما احطه في الضوء. ما احطه في الضوء الان، هو انا ما احطه في الضوء، يعني احط يعني الكلام كله والتركيز كله على نادي الخابوره. يعني هل هو عن قناعه؟ اي ناصر لو ما مقتنع مثلا او ما مؤثر في قدراته وامكانياته ممكن ما يروح. نعم ابو خالد، ابو خالد صحيح. في دورينا يا اخي ما حد يعني هذا فرصه فرصه بالنسبه له. في دورينا انت قلته انه مغامره، وانه بعدني مصر، وبعدني مصر المغامره، انا كلام مصر المغامره. ابو حمد في دورينا يعني هل شريف الخشاب مش مدرب صاحب فكر، مدرب وكاريزما وكل شيء، لماذا فشل مع الخابورة في دورينا؟ الفشل ليس بس المدرب، المدرب يمكن أضعف عامل، في عوامل، عوامل أخرى، وضعية الفريق والنادي. يعني مثلا نعرفها نحن، محسن نعرفها، وأيضا الأندية اللي بتكون يعني إذا كان هناك في فكرة للكابتن ناصر، إذا كان هناك فكرة أنه بيعرفوا أنه الكابتن ناصر الظروف اللي مر فيها ما كانت ظروف ملائمة، ممكن أنا أوفر له كنادي آخر في المستقبل، كنادي آخر أوفر له، أنا مقتنع تماما بفكره بعمله، لكن الوضعية اللي فيها نادي الخابورة وضعية ممكن غير جيدة، لكن أنا كنادي آخر، أنا بفكر عن نادي آخر، ممكن إن أنا إذا هيأت له الظروف بفكره في العمل ممكن إنه هذا يصل إلى احنا نقول اسف يبدا مع فريق، خلينا في نفس الدائره، يبدا مع فريق يعني مهيئ جاهز، يعني مصبح هاشم لما بدا مع فريق السويق لاعبين اشتغل معهم في المراحل السنيه، وصلوا في مرحله كانوا جيدين، كان بطل خليج وهو كان معاهم. يا جماعه يا حسين درويش مع النهضه كان في ظروف مثاليه ونجح مع الفريق، كان في الدرجه الاولى وفي الدرجه الاولى فلذلك النجاح، حتى الفان زي كان مع المرحوم قدر ينجح. هذا كثيرين من المدربين الوطنيين مروا بهذه المرحله. ابراهيم صومار مسك فريق من بعد رشيد جابر وكمل معاه وجاب الدوري، نعم، في السويق، في السويق، نعم، والفريق كان جاهز. فانت تختار الظرف المناسب. يعني انا بالنسبه لي لو ناصر الحجري اليوم اخذ رايك قول لي محمد، انا عرض عندي من 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 نادي الخابورة، في ظروف نادي الخابورة يعني مع احترام شديد للخابورة الإدارة بدور كبير، محمد عذرا، نعم، انت لكن وضعه ليس جيد. كابتن ناصر تريده يعني يكون في اي نادي؟ يعني مع كل الاحترام لنادي الخابورة، يعني انتم الان تريدوا انه مثلا يعني نادي منافس، يعني النادي منافس، هل نادي منافس في ظل وضعية الكابتن ناصر؟ ليش نادي الشباب جاب سالم يعني سلطان؟ كيف؟ ليش جاب سالم سلطان؟ نادي الشباب تجربته اكبر يا ما كان له تجربة مع نادي صور، وصلهم الى النهائي، نادي صور نزل ثالث الدوري، وثالث الدوري مقدم مستويات جيدة زين. ايوه يعني معاه، وانا اتكلم لانه كانت انا بالنسبة لي سالم سلطان كانت مغامرة بالنسبة لي يعني انت لما قلت لك سلطان مغامره، لما قلت لك ناصر مغامره، سالم سلطان خذ تجربه والتجربه معروفه، وصلهم الى نهائي. اليوم ناصر الحجري، الكابتن ناصر الحجري وين بغيته يظهر؟ في اي نادي يظهر؟ يظهر بالتدرج، ما يظهر بالتدرج. اليوم انا يا حبيبي في وضع صعب، اليوم حصل فرصه، اليوم يثبت وجوده، يثبت وجوده يا سيف، وظروف النادي الخابوره ظروف غير ملائمه، الكل يعرف ان كان من طيب غير ملائمه، ما ساعد الظروف، انا ما ساعد الظروف، هذا غير ملائمه تساعد العمل. كيف غير ملائمه الظروف؟ انت ما تقول انت غير ملائمه، ما تساعد العمل. اليوم انت طول الوقت، اليوم يا صالح انت في المدرب تحكم عليه من خلال طيب لو خلال عمله؟ لا معليش، من خلال الاسلوب. طيب لو فرضنا انه طفاره قار راموس وجاب الكابتن ناصر، بتكون يعني بالنسبة لنادي ظفار مغامرة ومش مغامرة؟ مغامرة. إذا ليش ما تعتبرها مغامرة؟ أنا أتكلم مغامرة.
انا بقول لك مش درس انت تتكلم انت مغامره للظفار انا للظفار انا مغامره انا اتكلم انا انت الحين يا ابو عبد الله انا تكلمت عن هذا الخبر وما تكلمت عن تكلمت عن ناس تقول لي نقول لك قال في البدايه انا الخابور هو اللي مغامره انا قلت مغامره للخبر خالد الخابور اوريدي وضع صعب اوكي لكن بالنسبه لناصر يعني ثلاث مدربين ناصر في ظفار ايضا فرصه ناصر في ناصر في ظفار فرصه تعتبر فرصة لأن فريق لأنه الفريق هو جيد فرصة بالنسبة لناصر أنه يكون موجود على الساحة الرياضية على ساحة الدوري فرصة بالنسبة للكابتن ناصر طبعا لكن أنت تعتبر مغامرة وفشل ليش يفشل ما قلت فشل لا لا تقلت لا بس فشل لا لا إذا أخفق يعني أيوة إذا أخفق إذا أخفق أنت الآن موفر له كل الظروف لا 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 حتى اسمعني يا أخي اسمعني ولا هناك في ظروف معينة ما ساعدته على لا يا أخي الكلام ما كذا ما يأخذ الكلام كذا أنت قلت إذا فشل قلت إذا ما نجح لك تجربة فاشلة إيش الغلط فيها مش تجربة فاشلة إذا ما نجح تجربة فاشلة أيوة إذا ما نجح أيوة هو التجربة أنت بتقيسها هناك في عوامل ثانية يا أبو عبد الله قلت لك أنا قلت لك من البداية قلت لك العوامل ما تساعده زين العوامل ما تساعده زين إذا أنا مدرب الآن يعني أنتوا يعني الناصر أنا ما أريد الحين أحطه في زاوية لا لا ما لا 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 دائما بتريجن تكرر هذا فرصة بالنسبة له وفرصة وتجربة أنا أعتقد أنها بتكون تجربة حقيقية نتمنى لك التوفيق نتمنى لك التوفيق نتمنى لك التوفيق أبو سلطان الفرصة تكون لما تشوف فيه عوامل تساعد يعني ممكن تكون فرصة أقوى الآن فرصة الكابتن ناصر ممكن تكون يعني أضعف صح فرصته تكون أضعف ليه العوامل غير مساعدة الفريق في وضعية غير جيدة أيوة هذه هي فقط ضغط نفسي وضغط وأنت يعني لك أول تجربة أنت لك أول تجربة تجربة سابقة فهني المشكلة أنا أعتقد أنا أنا أعتقد أنا أعتقد طيب. تجربة الكابتن ناصر هي بتكون الانطلاقة بالانطلاقة لأنه هي فرصة بأنه يعمل أو يظهر ويثبت للناس أنه يريد يعمل ولكن بظروف أفضل أنا الآن ظروف الخابورة في السابق كان ظروف صعبة ممكن يعني مع قدوم الكابتن ناصر وأيضا يكون هناك في بعض يعني تحسين في الأوضاع ممكن يكون إذا تعدل والله وقادرين بأمانة أنا أقول لك على حسب ما أعرف المجموعة اللاعبين نفس الخابورة نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله إبراهيم صبر بناخذ بعد شوي لكن بناخذ الأخ التغريدات اللي موجودة وبعدين ما ننتقل أيضا لإبراهيم صمار ونادي عمان أعطونا التغريدات اللي موجودة حتى الآن أحمد يقول معلومة العاصمة جابر العويسي لعب أكثر من 8 مباريات ولما رجع أصبح دفاع مسقط أفضل بكثير نحتاج للاعب خبرة معك مدرب طيب عصام الشحي تشكيلة جيدة نوعا ما بس في لاعبين المفروض ما تكون في القائمة مثل عبد العزيز مخباري كيف وفى بس الفترة الحالية مستوى نزل بشكل ملحوظ وطبعا إذا فتحنا المجال لكل واحد كل واحد له رأي في النهاية بس ما بصح المقولة ما بصح الكلام ما بصح عبد العزيز لا ثابت المنتخب العسكري سالم هلال يقول اختيار عصام البارحي لاعب العنابي جاء في الوقت المناسب يجب استغلال إمكانياته فهو لاعب واعد كرة عمانية وقادم بقوة في المقابل على عصام انه يثبت نفسه اي طبعا هذا هو ويستفيد من الفرصه هذه ولد السعد العلوي يقول والله ما نعرف اي فريق انهزم في الدوري خلي المسؤوليه على المدرب ما ندري المدرب يلعب او اللاعب اصبح المدرب شماعه هذا في كل مكان على فكره الان 16 جوله تقريبا 28 مدرب مروا على الانديه 28 يعني كل جولتين مدرب محمود السكيت يقول مساء الخير لجميع الكباتن كمستوى فني متذبذب لجميع الفرق باستثناء الشباب كان مستوى ثابت للشباب يستحق من يكون بطل الدوري وجمهوره عموم الشباب الأمر بيد الآن لأنه هو عنده فارق 4 نقاط مباراة وتعادل سعيد اللمكي استدعى عصام البارحي هما في تشكيل اللاعب ذو إمكانيات هجومية فريدة استدعى عبد العزيز المقبالي ألف علامة استفهام قيس الربيعي يقول مستوى مقبول بس أفضل من المواسم السابقة نادي السويق مستوى الفني ارتقى كثيرا بعد تولي حكيم شاكر التدريب السويق محتاج أيضا لعمل كبير عنده 17 نقطة في الدوري أيوب البلوشي كل شخص يرى القائمة من وجهة نظره وتبقى وجهة نظر المدرب وطريقة لعبه ومن محتاج وبعدين نحكم عليه صحيح هذا الكلام صحيح يوسف البلوشي نتمنى مناقشة أسباب عدم ثبات مستوى اللاعب المواطن من مباراة إلى مباراة ومن موسم إلى موسم رغم أن الظروف نفسها ولم يتغير شيء اللي يتغير من اللاعب هو اللي يمشي كل موسم في نادي لا النادي يستقر ولا اللاعب يستقر لوهيب يقول نتألق حمد كان من العام الماضي بعد مباراة الأولمبي في أربكة عجب بأداء وأتوقع يوجد لديه مساعدين وربما استعان بالفيديو عيسى للأسف شديد الخبورة في تراجع توهان حتى الحماس اللي كان يعجبنا في اللاعبين الفهود اختفى نتمنى يا رب الحجر يعيد شيء من الخبورة من أهلهم التوفيق إن شاء الله مسألة جمهور الخبورة أيضا مطلوب أن يكون موجود مع الفريق
حميد العبيداني للمعلومة إبراهيم صومال كانت بداية التدريبية في عمان وليس مسقط كما ذكرتم في الحلقات الماضية و... ما تكلمنا عن في الحلقات الماضية وتنقل للسويق وراح للسويق والآن بيرجع إلى بيت الثاني وطبعا إبراهيم مسك الأولمبي أيضا منتخب الأولمبي إبراهيم للمعلومة حتى في السويق لعب لا ناخذ الفاصل ونرجع نتكلم عن نادي عمان يقيل غارسيا والاستعانة هذه المرة بإبراهيم صومار طيب وين التغريدة يلا ناصر طبعا بدأ مشواره مع الخابورة مثل ما ذكرنا ما عملوا في تغريدة في حساب النادي وغانم القطيطي العلم يقول كانت هناك وجبة عشاء للاعبي الخابورة تبرع بها المدرب ناصر ليخرجوا لاعبي الخابورة من الوضع النفسي الحالي ألف شكر له يعني بداية كعامل نفسي مع الفريق والتعرف عليهم في جلسة ودية بعيدا عن الملعب من لهم التوفيق إن شاء الله وبالهنا والعافية طيب إبراهيم صومار ياسيف سلطان موجود الآن في نادي عمان بعد استقالة أو إقالة غارسيا طبعا الكلام كما تعلمون دائما بقوسين بالتراضي هو الخبر اللي ظهر أيضا بالتراضي نادي عمان يستغني عن غارسيا نادي عمان عنده 16 نقطة في المركز 11 أولا نتمنى التوفيق للكابتن إبراهيم صومار أعتقد أنه أيضا تجربة بتكون بالنسبة له أيضا قوية الكابتن إبراهيم صومار أثبت وجوده في عدد من الأندية كان نادي عمان وأيضا في المنتخب الأولمبي في فترة من فترات وأيضا وصل إلى نادي السويق وقدر أنه يحقق بطولة معهم في خلف رشيد جابر نعم خلف الكابتن رشيد جابر وعنده تجربة ويعرف إمكانيات اللاعبين وأيضا يعرف كل الأمور المتعلقة بدورينا وبالأندية وباللاعبين الأندية ولكن أنا يمكن الكلام بوجهه إلى, إلى, إلى نادي عمان مثل ما كان للنادي الخابورة لأنه هم الأساس يعني الأسباب الحقيقية في إقالة المدرب الأسباني ما هي الأسباب اللي فعلا توصل إلى مرحلة بأني أستغني عن جزء جدا مهم يا أبو خالد وهو الاستقرار الفريق نادي عمان الآن صحيح أنه في نتائج متذبذبة ولكن نادي عمان ما هو بالفريق نادي عمان ما هو بالفريق السهل أي فريق يقابله يحصل صعوبة والدليل على ذلك أنه وصل إلى نصف النهائي لكأس حضرة صاحب الجلالة في عمل قائم فيه المدرب العمل من الناحية الفنية والكل أشاد فيه العمل اللي قام فيه الكابتن غارسيا لنادي عمان ممكن يكون في الفترة الأخيرة سمعنا أنه هناك ممكن أكثر من لاعب يعني لم يتجاوب مع المدرب وكان هناك في خلاف مع بعض اللعيبة وملعب المباريات ولكن ما هو يعني الشيء الأساسي هو الفريق يجب أن يحتوي أي إشكالية تحدث ما بين الجهاز الفني واللاعبين يجب أن يحلها لأن أنا في 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 مرحلة يعني ما ممكن أني أغامر بشيء مهم هم للأسف الشديد أغلب الأندية ما يدركوها تماما ويستمروا في 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 هذا العمل وهو تغيير المدربين بكل سهولة ما يعرفوا أنها لها تبعات وأنها سلاح ذو حدين يعرفوا. ممكن يعرفوا لك لا إذا يعرفوا ما أعتقد أنهم بيغامروا وبيكون بهذه الطريقة يعني إدارة نادي عمان كانت يعني ممكن هي تعمل بشكل بعيد عن الضغوطات والفريق فريق شاب نعرف فريق شاب فريق يعني المستوى الفني يعني نعم المستوى الفني هو يكون في الوسط ويكون بعيد عن الهبوط أنا لو أنت الحين لو شفت الأندية اللي موجودة تحت نادي عمان خابورة رستاق قعلان
حتى السويق ومسقط وصحم يعني المستوى الفني اللي بيقدمه نادي عمان افضل منها، افضل من الفرق اللي تكلمنا عنهم الان. ما كان سيء نادي عمان، ما هو سيء، هو يحتاج الى عمل بنفس العمل اللي بدأوا فيه. هو الهدوء نادي عمان في دور في, هو في دور في دور الاربع في الكاس ايه. في دور الاربع في الكاس يعني انا يعني في اشكاليات قبل يكون هناك، مش بهذه الطريقه اني استغني عن المدرب بهذه السهوله مثل ما ذكرت لك صحيح. انا اشوف انه نادي عمان يعني تسرع. ما وفق ممكن لهم وجهه نظر، ولكن غريبة على نادي عمان هم قريبين. نادي عمان غريبة عليه مثل ترى ما بقى في دورينا غير المزاحمي في النهضة. نعم هم قريبين وسويف في رستاق بس، والباقي كلهم غيروا. هم قريبين من الفريق ومن اللاعبين. هم أدرى ولكن احنا بنتكلم بشكل عام انه وضعية الفريق ليست بذلك السوء. يعني يجب انهم يعني اذا كان هناك متأخر، ولكن انت ايضا ابو خالد عندك يعني ظفار شال المدرب هو ثاني للدوري في الجدول. اذا ظفار خذ، اذا ظفار ما اقول لك يعني قدوة لا لا هو العمل يبقى قناعاته مساله استقاء. يعني انا هذا قالت المدربين هي هذه المشكله الاساسيه اللي بتعاني منها الانديه، واللي للاسف ماخذ يعني ما وعوا تعاني منها فكر الادارات. هم العديه هي ما تعاني منها، الانديه هي غايمه والانديه هي ولكن فكر الادارات للاسف. انا زين هو الادارات، انا بتكلم عن الادارات، الانديه هي قايمه اكيد وهي كيان موجود. بس يعني انت قبل سالفه يا سيف. نعم يعني انت مش مع يعني ما مقتنع بعمل التغيير الجاسي لا ابدا مع الفريق ابدا بالظروف اللي موجوده بالادوات اللي عنده أصلاً. نعم بالادوات اللي عنده بالظروف اللي فيها نادي عمان وبال يعني بالهدوء اللي موجود في الفريق. انا اعتقد الان فتحوا لنفسهم قبها يعني مثل ما قلت لك سلاح ذو حدين، مع كل الامنيات بالتوفيق مع كل الامنيات للكابتن ابراهيم سومار، لانه يدرك تماما انه يعرف ناديه ويعرف امكانياته. حاول التواصل الحقيقي مع الاخوان في نادي عمان، داود سالم الامين العام اعتقد الامين العام تليفونه مغلق كان، وحاول الاخوان في الامين يتواصلوا لكن ما وصلوا الى شخص ممكن يتداخل معنا، فبالتالي احنا بنسمع رايه. وهذا جارسيا من افضل المدربين ابو خالد، بس يقول لك عليه يعني شويه ايش عليه يعني مره يسوي ولا ما في ده. لا ايش 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 ما انت اللي قايل ذاك اليوم يعاقب الحلقه الماضيه. طيب هذا نظام اذا يعاقب لاعبين لا، بس يعني ممكن احيانا بشكل لاعب يروح لاعب يروح يخرج من تمرين النادي يلعب في حاره لازم انا يعاقب. لا بس بين فتره وفتره يعمل شوشره ويقول لك بعض الامور ويعمل مواضيع جديده مش مواضيع. لا 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 في عقد. انا كاداره نادي عندي عقد، العقد يلزمه. لا يا ابو خالد، هو احنا لما جبنا نادي عمان من الفريق هذا النادي ايش الاسماء اللي موجوده؟ خلينا ما فيش تكلم عن النصر، تكلم عنده واضح عمل مدرب. انا لما اشاهد الفريق اقول انه في عمل للمدرب إذا كان هذا المدرب جالس يشتغل صح، وأنا كإدارة مفترض أني أنا سانده وواصل إلى دور الأربعة وأنا ما وصلت من فترات طويلة إلى هذه المرحلة، وعندي فرصة بالاستقرار اللي موجود فيه الفريق وبالانضباطية أني أوصل إلى أبعد من هذا. إذا اللخبطة الآن أنا أعتقد أنها إذا ما كانت في ظروف بالنسبة للمدرب وأجبرته على أنه يترك الفريق، أعتقد أنه الإدارة والتعامل الإداري هو اللي جالس يفرط الآن في الجهود اللي بذلت من بداية الموسم إلى الآن. للأمانة أبو ياسين والكلام الجميل، للأمانة أنا آخر شيء توقعته خروج جارسيا قبل نهاية الموسم. صحيح. للأمانة طبعاً. يا أخي فريق ما في ولا يعني مع احترام الشديد للاعبين الموجودين ما في ذيك الأسماء الكبيرة. المرة الماضية لعبوا مع النصر وناقصين. مع نادي عمان نفس الشيء لما لعبوا مع الأظفار عفوا. مع الأظفار. يعني يمكن خسارتهم كانت بس في خبرة الأظفار فقط لعب الأظفار. صحيح. يعني قدم مباراة والبرنامج قلنا يعني الأسماء لما نشوف قائمة نادي الأظفار ونشوف قائمة نادي عمان. ما في حد يعني ما تقارن لاعبين شباب جعفر البلوشي وايمن الصولي ولاعبين صغار يعني هيثم العلوي وهيثم ما في اسماء ما في. لا حتى ما في عذر مقنع يعني من اداره نادي المنذر العلوي اذا كان هناك في والفريق يعني الفريق واصل غير الفريق واصل مربع ذهبي ما في عذر فني صراحة حتى الآن إلا إذا كان هناك يمكن أحيانا من باب التغيير أن الفريق لا من باب التغيير يعني هذا اللي غيروا كلهم يعني شو مع الجماعة أيوة يعني الفريق بالشكل يعني هذا اللي غيروا أسماء غير معروفة يعني عمل يشكر عليه المدرب يعني بالله عليك أنت لما ظفار غير أنا من أشد الناس اللي هنا اللي انتقدنا إدارة نادي ظفار في تغيير حمزة الجمل إن نعم الفريق يحتاج إلى مراجعة والفريق في نزول ولكن مش معناته ان انا اغير مدرب فريق متصدر.
لهنا شوي ابو خالد السبب يعني يمكن مقام قريب يعني زاد العلاقه شوي بعد العلاقه باللاعبين ساعات هناك لازم من تضحيه لا اذا ساعات العلاقه مع احنا 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 نتحدث دائما في الجوانب الاداريه ونقول ان اذا ساءت العلاقه ما بين المدرب واللاعبين يجب ان يضحى والاقرب يضحى بالمدرب ليش ما يكون انه التضحيه يجب ان تكون في اتجاه التصحيح اذا كان شوف اللاعبين لو وجدوا ان الاداره تستمع لهم يضغطوا بكل قوه ويتهاونوا في ارضيه الملعب واحيانا يتعمدوا حتى الخساره احيانا انا ما اتكلم عن فريق معين اتكلم بشكل عام لكن لو وجدوا اداره تدعم المدرب ومنضبطه وتطبق تعليمات المدرب وما وجدوا اذن تسمعهم من الاداره بيلتزموا وبيكونوا من افضل اللاعبين مش على المستوى احنا على مستوى المحترفين اليوم ليستر سيتي اللي جالس يسوي طوال الدوري واول ما يتغير مدربهم يفوزوا على ليفربول الفريق الافضل في الدوري مثلا اذا حتى على مستوى الاحتراف هذا عقليه اللاعبين لكن الاداره تشيلسي لكن الاداره هي المفترض انها تقود العمليه الاداره ما دام وثقت في هذا المدرب يعني احنا اليوم ما نستغرب في اقاله كثير من المدربين لكن ليش استغربنا في اقاله حمزه الجمل وجارسيا ليش لانه في عمل جالسين يقدموه كمدربين مولاي مراد ومفترض ونعم ومفترض انهم يجدوا الدعم من في كلام من الاداره حتى جارسيا على فكره جارسيا على طول انديه الدوري مولاي مراد ينتظروا تكه اي باقي نقطه باقي بس تك ينتظروا الباب الاخير الباب الاخير تكه لو تكه خلاص بيرجع مولاد بنشوف هالجوله طيب حد له تعليق على دعمان لنا منتقل الى النصر على اعتباره مثل ما ما تحدثنا في الجوله الماضيه عن جعلان والشباب نتحدث اليوم عن النصر رغم كل الامكانيات اللي وفرتها الاداره للفريق الا ان النصر لا يزال الى حد ما يعاني وعند الان 22 نقطه لكن كان متوقع اكبر وافضل من هذا الموقع ومن ناحيه ايضا الاداء والمستوى بنروح فاصل ولا بنكمل المشوار؟ نكمل المشوار مثل ما ذكرنا ترى 16 جولة تقريبا 28 مدرب ما عدا المزاحمي في خليفة في نهضة وسويف في الرستاق و12 فريق غيروا مدربين والآن سبعة مدربين مواطنين في الدوري الشباب وسبعة أجانب مناصفة يعني تعادل مدرب التوفيق ان شاء الله ابو خالد يا اخي هذا للاسف الشديد عقليه ادارات الانديه يعني ما تعرف مصلحتها مصلحه فريقها وين بالضبط وما تعرف ايش الهدف اللي تريد توصل له والاستراتيجيه والاهداف يعني انا ما انظر لهذا الموسم انظر للمواسم القادمه انا اريد فريق قوي اريد فريق منسجم يحتاج الى لاعبين موجودين مش موسم كل موسم اغير لاعب كل موسم اغير مدرب يجب في دورينا وحتى اللاعب وبعدين يتعلموا حتى اللاعب سيف نفس اللاعب نعم. يجيك يقبل نفسه وبعدين موسم اطلع وبعدين يجيك اداري ويقول والله تعرف انت المشكله الماديه اللي بنعاني منها وبيعاني منها جميع الانديه ايش دخلني انا بالانديه الباقيه انا اهم الهم في نادي ليش تذكر لي الانديه الثانيه اذا هي عندها صح. مشكله ماديه وما عندها ما تقدر تتصرف في امورها الماديه هي مشكلتها يجب لي انا ما اكون والحين قلت لنا سالفه ثانيه إذا اهتزم فريق مثلا بثلاثة ولا بأربعة يقول لي يا أخي مثل النادي الفلاني اللي خسر بستة وسبعة يعني شوف أنت يعني بدل إني ما أفكر في الخسارة اللي أنا خسرتها وحل وصحح الأخطاء اللي موجودة أنظر للأندية الأخرى ما بتروح إذا عندي مشكلة مادية حتى على سالفة المنتخب لما خسر ذيك قال يا أخي البرازيل خسر سبعة والحين قالت لنا سالفة مالك ومال البرازيل أبو خالد والحين يا أبو خالد يعني على نفس المنوال يعني والحين إذا خسر قال له بعد ترى البرازيل ما أخذ كأس العالم تحسس والحين للأسف أبو خالد يعني للأسف بدت يتداولونها بشكل بسيط وعلني وبدون ما بدون يعني حياة أعتقد إبراهيم صبار بيمشي مع نادي عمان كيف؟ إبراهيم صبار إن شاء الله الله يوفقه وهو عنده الإمكانيات ويعرف إمكانيات اللعب بس نقطة بمخاط بس أريد أذكرها بطلع أيضا هذا الموضوع يجب للأسف الشديد بدون الناس يتداولونها بطريقة سهلة وبسيطة مسألة أنه المعلمين وما عرف إيش والشعوذة وهذه الأمور للأسف بدأت تتداولها بشكل كأنه عادي
انا يجب انا اكون صريح اصبح الموضوع يجب انه واحد يوقفهم عن حدهم. هذول الناس هم سبب البلاوي اللي موجوده في انديتنا. اني اؤمن بهذه الامور كلها واترك عني عملي في في في, في ناديي واشوف ايش اللي يحتاجه الفريق ينظروا الى والله اللي مسميه معلم ينعيه الاسم معلم. المعلم في 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 الدراسه, المعلم في 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 الاخلاق ما سميه. طيب يعني امور هذا يجب انه ادارات الانديه, بعض ادارات الانديه تركز في عملها اكثر من الاشياء الجانبيه وتترك عنها, واتمنى انه ما يتداولونها بهذا البساطه. طيب شكرا لك سيف. نادي النصر المحور الاخر القادم يا ابو حمد, كنا متوقعين نصر ومتوقعين نعم أفضل يعني أفضل. على فكرة أستاذنا أبو هيثم عمر شاف رئيس النادي موجود على يسمعنا. نعم أبو خالد, يعني تشوف إذا تكلمنا عن نصر والتراجع اللي فيها الفريق أنا في وجهة نظري ما بغريب على النصر هذا التراجع, لأنه أكثر من موسم صراحة. وحتى الآن النصر ما عاد يعني رجع لنا شكله اللي نعرفه عن النصر للأسف, برغم أن هناك في عمل وفي عمل إداري كبير وفي انتدابات كبيرة, ولكن يعني أنا أشوف يعني في وجهة نظري صراحة ومن خلال المتابعة ومن خلال يعني التزود بعض المعلومات, يعني أنت لما تمتلك فريق وفي أسماء ولكن يكون العطاء محدود والنتائج سلبية في أكثر من موسم, إذن هناك الخلل. ويسمحون للأخوة في نادي النصر إنه منهجية العمل الإداري قاصرة على اساس انها تنعكس ايجابي, يجب ان هناك تكون في منهجيه عمل متكامل في الجانب الاداري اولا حتى ينعكس ايجابي للعمل الفني. فهذه الاشياء من ضمن الاشياء. واتمنى الاخوان يعني معلش يعني خلونا على اساس نكون صريحين واضحين مع الاخوه, مساله اللاعب محسن جوهر مع الاحترام, محسن جوهر موهبه ويفيد اي نادي, ولكن إنه أنا بعض المرات يعني بعض القرارات يجب أنها تكون هي تحط الأساس أو تحط القيمة للنادي. يجب هذا الشيء يجب أن يعني؟ أنا ما أقبل. ليش اليوم اللاعب ما هو اللي يجيني ويتشرط ويحط شروط ويحط طريق كذا وكذا, وأنا إدارة نادي تعشمت فيه الخير وتعشمت فيه أنه حقق عندي نتائج إيجابية ووفرت له كل شيء, وفيما بعد في لحظة أنا ما أريد أكمل. لا يجب انه يعني انا بس انا ما اقدم يعني لا محسن كحاله انا ادرس محمد محسن في اكثر من لاعب. اي نادي يتمنى في اكثر من لاعب ابو خالد؟ في اكثر من لاعب. لا بس قلت لي محسن. لا مثلا انا اقول لك على سبيل المثال, انا قلت لك اول كلمه على سبيل المثال في اكثر من لاعب. وين سعيد الضبعوني؟ وين احمد القرين؟ الاسماء. وين مازن السعدي اللي كان يعني من افضل اللاعبين الموسم اللي فات مع النصر؟ في كثير. وين المستويات اللي قدمها يعني فايز الرشيدي اليوم؟ فايز الرشيدي لو نشوف دفاع النصر كم هدف له, وهو عنده فهد وعنده دوربين من يعني اسم فهمي دوربين من الاسماء الجيده صراحه. وانا اتمنى هذا اللاعب انه ما يهتم اسكندر في 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 الحاله اللي وصل فيه الفريق. يعني اتمنى انه هذا اللاعب عنده امكانيه قناعتي انه هذا اللاعب مثل ما راهنت على اللاعب اللي هو الرواحي في فتره سابقه, اتمنى انه ان شاء الله مراهنتي في فهمي دوربين تكون في محله في المواسم القادمه. اذا ويكون الحارس عندي فوز فايز الرشيدي وانا اكون من اضعف خطوط الدفاع بالفريق. اذا يعني احنا لاحظنا اليوم النصر عليه 19 عليه 19. انت عندك هذا الدفاع وحارسك فايز عليك 19؟ انت اليوم في ناس عليه 27 يعني عندك 27 من اللي عليه 27 من اللي عليه 27 اليوم عروبه عليه 20 ابو حمد. العروبه عنده 20 نعم. اول موسم يلعب احمد مش نفس فايز. اليوم النصر في مباراتين 8 الى 9 اهداف يدخلون على فايز 9. اذا انا عندي هناك في مشكله. النصر بدايه يعني من دور الثاني ثلاث مباريات حقق مشكله في مشكله واتمنى من الاداره هي اللي تلزمها, سواء اذا كان من تهاون لاعبين, اذا كان في القرارات الاداريه غير منفذه بالنسبه حتى لهم كاداره. نفس الشيء يجب انه يكون ما يكون في تهاون للاعبين, ما يكون في تهاون عند اللاعبين. يجب ان هناك يكون في حزم. هذا اليوم يعني اسم نادي كبير لتاريخه يجب انه يحترم. اللي يريد يشتغل فيه يشتغل على هذا الاساس, اللي ما يريد يشتغل فيه يترك المكان للاخر يشتغل يلعب. لا اللي يريد يشتغل فيه يشتغل يعرف انه انا جاي اشتغل يعني في نادي كبير.
أي إدارة لاعب أي إنسان كان. أنا أتكلم واضح أبو سلطان. أما اليوم اللي يشوف نفسه ما بقادر يحمل شعار نادي النصر أي إنسان كان يجب أن عليه يترك المجال لغيره، يقول أنا ما أقدر هذه إمكانيتي. طيب عموما احنا عنا بالهاتف الشيخ عامر الشنفري رئيس نادي النصر. أبو هيثم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، صبحك الله بالخير. الله بالنور، حياك الله الأخميس والإخوة. حياك الله. مثل يعني أبو حمد أتكلم الآن يعني وعتبان وزعلان على النصر، أكيد الجماهير النصراوية أيضا عتبان وزعلان على وضعية الفريق لأنه كانت تتمنى أكثر. نسمي الأشياء بمسمياتها، كإدارة عملت الحقيقة كل عليها من الانتدابات وقامت أيضا بالتزاماتها فيما يتعلق باللاعبين، لكن ماذا ما الذي حاصل هو الآن في النصر يا أبو هيثم؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أرحب بالجميع، وللأمانة ما تابعت الحلقة من بدايتها، الجزء الأخير تقريبا يمكن كنت في البيت الآن، ومن حق الكل يعتب على نادي النصر، لكن بأمانة يعني مثلا لما يتكلموا الإخوة عن الإدارات أو عن اللاعبين أو ما شابه ذلك، عادة كل نادي له أهداف محددة يحققها. إذا جينا لكرة القدم، احنا تعرفون من بداية الموسم الرياضي يعني تعاقدنا مع المدرب الأسباني ومساعده ومع ثلاثة لاعبين أجانب عن طريق المدرب ووكيل اللاعب، وكانت خطتنا من البداية أنه عادة ما نتعاقد مع المدرب مثل ما كان يلام بعض الأحيان أنه نتعاقد مع اللاعبين قبل ما نجيب المدرب. الموسم هذا بداية الموسم تعاقدنا مع المدرب مع اللاعبين، وبدأنا الحمد لله كان بداية كويسة، وحتى اللاعبين الأجانب كانوا بشكل ممتاز في منتصف الدور الأول. طبعا تعرفوا اللاعب الأسباني فيران طبعا هرب نتيجة إصابة بسيطة، وفي نفس الوقت أيضا ما كمل، وأيضا المدرب الأسباني ما كمل، استعنا بالمدرب مكيس. الدور الأول أعتقد كان مرضي بالنسبة لنا في ذات نادي النصر. بداية الدور الثاني بالانتدابات اللي تمت، للأسف الشديد الانتدابات اللي تمت إلى حد الآن ما عملت إضافة، أيضا صار عندنا مشكلة في اللاعبين الأجانب بالنسبة لجالس سيمبا، أيضا ما استقر لأنه وضعه النفسي للأمانة دائما ضغوط، على اعتبار أنه زوجته في أسبانيا عندها حالة وضع، واضطر يسافر في بعد مباراتنا مع الشباب مباشرة، مباراتنا مع مسقط هذا حالة استثنائية، مباراة مسقط التركيز الآن كله سبب الخسارة الكبيرة في مباراة مسقط. أنتوا تابعتوا مباراة الشباب وشفتوا الفريق أداء، ولكن ما وفقنا في مباراة الشباب، يمكن مباراة مسقط هي الفاصلة، نتيجة كبيرة غير متوقعة لا لنا ولا للاعبين ولا أيضا لجهاز فني. نعم. بحثنا الموضوع، يمكن الأخ محمد العاصم يتواصل معنا في الوصال وبعض الأسئلة إيش اللي حصل في نادي النصر. أنا أعتبرها كبوة، ولذلك أنا بعض الإخوة يقول لك ليش النادي الآخر احتزم بنفس النتيجة. طيب ما هي ترى قبل شوية كنت تتكلم عن ليستر، يعني لما غير المدرب فاز في المباراة مع ليفربول. هي حالات بعض الأحيان ممكن تغير مدرب كل الأفضل، بعض الأحيان تجي نتيجة عكسية. النصر طبعا في تراجع الآن، صحيح تراجع أيضا حتى في مستوى اللاعبين الأجانب ما قدموا الإضافة الكبيرة. السبب إحنا بحثنا الموضوع مع الجهاز الفني مع اللاعبين أنفسهم، هل ما في رضا؟ مثل ما أشار الأخ محمد بعض الأحيان قد يكون اللاعبين بأنفسهم، وأنا أوصل إلى مرحلة إذا اللاعبين هدفهم يعني مثلا ينهزموا على اعتبار يشيلوا المدرب، أنا أحطها بين قوسين هذا خيانة من اللاعبين. طبعا اللاعبين يجب أن تكون عندهم الجرأة والصراحة، أنه والله اللاعبين ما يلعبوا للمدرب أصلا، اللاعبين يلعبوا للنادي. ما ترى بعض الأحيان يمكن اللاعبين يبغوا يشيلوا المدرب. لا انا متفق معاك، ايوه طبعا بالنسبه لهم هذا امر مرفوض، يعني ما يصير الكلام عشان المدرب اللي اخسر الفريق. انا اقول بعض الاحيان يمكن انت تشل في نظريه اقتصاديه خميس تقول كالتالي، اذا معي معك يقول لك اذا زادت درجه الاشباع تتناقص المنفعه الحديه، يعني بعض الاحيان يمكن الاسلوب طريقه المدرب طريقه التدريب يمكن صار تشبع في اللاعبين، وبالتالي ما اضافت شيء جديد. احنا جلسنا مع اللاعبين، هل المدرب يعني وصلته الى مرحله من هذا الجانب؟ بالعكس وجدنا قبول من اللاعبين بشكل غير عادي. يعني ما في شيء يعني مشاع ان في اشكاليه بين المدرب واللاعبين، ما الكلام ما صحيح ابدا.
طيب. ابدا ما في شيء من هذا القضايا. بالعكس احنا جلسنا مع اللاعبين منفردين، جلسنا مع المدرب، جلسنا مع الجهاز الفني، ما في من هذا المشكله. قالت كبوه حصلت يعني سوء تقدير، فيها اخطاء فرديه ايضا في المباراه، وبالتالي مباراه مسقط هذا حاله يعني مثلا ما كانت نتيجة إيجابية من كل النواحي. نعم أنا وهذا مقصد يعني من بداية الموسم يعني طموح النادي كان كبير الحقيقة يعني ونادي النصر، لكن يبدو تراجع الآن الأمور بشكل أكبر. لا أنا شوف أنا تصريحاتي كلها قلنا إنه هدفنا إعادة نادي النصر. أنا أسألكم سؤال للأمانة، تتوقعون نادي الشباب كان يتصدر الدوري لحد الآن؟ لا ولا العروبة بعد فقدان 12 لاعب ولا العروبه. ترى بعض الاحيان يمكن يعني الفريق لما يعني في عوامل الفوز بعض الاحيان تساعدك. احنا لو تلاحظ الجدول مباراتنا كلها الساعه 6، وانا اقول لكم للامانه اكثر ناديين متقررين في السلطنه نادي النصر ونادي الظفار. صحيح. انا اريد اقول لكم حاجه واحده، اكثر ناس سافروا الدوري جاي ما عليه، نحن في دوري المحترفين 14 نادي، من ضمن ال 14 نادي كم نادي يوصل الى كم نادي النصر ونادي الظفار كم مره يروحوا للشمال؟ بخلاف ذلك يعني الامور الماليه 12 مباراه نلعبها في الشمال يعني الى لحد الان من الموسم الماضي احنا واصلين تذاكر سفر 50,000 ريال عماني. ايه بس الظفار الان ثاني وانتو النصر ما اختلفنا. انا اقول لك الظفار، انا يمكن اقول الظفار هذا الموسم حاله استثنائيه، وانا حي الشيخ علي اقول لك يا صدق بيصرف بشكل غير عادي. لكن النصر لا من كم موسم يا ابو هيثم يعني ما حقق الجماهير اللي تريده، والنصر يعني طبعا اسم كبير ودائما وهذا قدر الكبار دائما معاتبين على التاخر في تحقيق الانجازات. طيب انت بعض الاحيان تضع خطط، يعني شوف احنا جينا النادي برغبتنا، لما يقول لك انت مش قاد عفوا، احنا جينا النادي برغبتنا وما حد جابرنا على شيء. اذا شعلنا انفسنا انه نادي النصر ما قادرين نديره، من اول الناس عندنا الاستعداد نترك نادي النصر. لكن احنا عندنا اهداف غير كره القدم. كره القدم صحيح هي اللعبه الاساسيه، احنا الان عندنا مشاريع قادمه لنادي النصر خلال السنوات القادمه، ممكن يرجع نادي النصر الى وضعه الطبيعي باذن الله. طيب ابو هيثم في موضوع كره القدم الان يعني ايش المشكلة الآن توصلتوا إليها بالنسبة للنصر؟ ايش مشكلة النصر الآن؟ والله بس زي ما قلت لك انه اللاعب نعم تفضل. ما في مشكلة انه ما في مشكلة، كانت مباراة مسقط هي المشكلة الرئيسية، مباراة عمان انتم كلكم الآن تشيدوا بنادي عمان وتشيدوا بالمدرب وتشيدوا بنادي عمان. نادي عمان في المباراة اللي طافت تعادلنا معاه وقدرنا نفوز في اخر دقائق. صح انه مطرود منه لاعب، لكنه ايضا بعد العامل النفسي اللي تمت في مباراة مسقط جلسنا اسبوع 10 ايام نشتغل اللاعبين على اساس نعيدهم الى مستواهم. يعني والحمد لله نعتبر انه يعني بدل الهزيمة 5-1 تتعادل مع نادي عمان في ارضه، على الاقل نحن نعتبر هذا جانب ايجابي يعني، وانه الناحية النفسية والاحباط اللي كان صادف اللاعبين. وانا تكلمت مع الاخوه كثير من الامور حصلت في مباراه مسقط فيها جانب اخطاء فنيه كبيره يعني. يعني اليوم مع 16 جوله مضت ابو هيثم وانت رئيس النادي، كنت تتصور ان النصر في المركز السابع؟ لا. طبعا لا. طيب ولذلك ايضا محتاج لعمل اكبر الان في الفتره القادمه الفريق. احنا ترى شوف للامانه نكون واقعيين، يعني احنا درسنا الموضوع من كل النواحي. اولا احنا المنافسه الرئيسيه بالنسبه للتصدر طبعا راح منا. صحيح. فانت الان امام خيارين، يا اما يعني مثلا تعالج القضيه مثل ما اشار محمد العاصمي قبل فتره، كنا نتوقع بعد مباراه مسقط انه مكيس يروح. لكن لما ننظر لها من حيث الواقع، الموسم اللي طاف احنا غيرنا 4 مدربين. طيب وين وصلنا؟ ما في نتيجة. يعني الآن أنت مضطر أيضا في جوانب فنية وفي جوانب مالية. أنت الآن لما تريد تشيل الجهاز الفني عليك بإحضار جهاز فني آخر، طيب هل أنت منافس على الدوري؟ لا بعيدة طبعا. بعيد طبعا. إذا في هذه الحالة عندك جولات أخرى قادمة، ونتأمل إن شاء الله نادي النصر يرجع إلى وضعه الطبيعي. الآن هو يعني بالنسبة لكم تعديل الأوضاع إلى الأفضل مع غياب فرصة المنافسة. هذا بالنسبة لنا أمر واقع يعتبر. نعم.
طيب بتدخل مع شو مع شيخ بتدخل اذا اذا امكن في 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 جزئيه بسيطه تفضل تفضل شيخ عمر صباحك الله بالخير. نعم حياك. كيف حالك؟ طيب الحمد لله. الشيخ عمر يعني تشوف برغم انه في فتره زمنيه كانت الخيارات محدوده مع المدرب اللي راح للمريخ السوداني المدرب النصر اللي هو اللي راح الموسم الماضي البلجيكا والمجري البلجيكي ذكرت المدرب شيخ الموسم الماضي الموسم الماضي فتره لوك فالمدرب هذاك برغم خياراته كانت محدوده ولكن عمل نتائج وعمل نظام في الفريق. انا اتمنى انك ترجع هذيك الفتره للنصر. اتمنى يا شيخ لانه النصر. ايش معلوماتك عن النظام اللي موجود في نادي النصر؟ انا معلوماتي احنا نتابع. نعم. مثل ما انتم تتابعوا وانتم الغريبين اكيد. طيب ولكن طيب. انا متابعتي من خلال المباريات اللي هي الاكيد الشيخ. انا متابعتي من خلال المباريات اشوف اللاعبين في اكثر من مباراه ما عندهم روح النصر. روح النصر اللي معروفة عن نعم. عن فريق انه يريد يحقق نصر غير موجودة. نعم. اريد فريق كمجموعة غير موجود. عمل فني انا اشوفه نفس الشيء. ما هذاك العمل صراحة على اساس اكون واضح. نعم. مع يعني صريح مع. نعم. نفسي قبل ان اكون معاك ومع مع الناس. نعم. نعم. يعني نعم. الاسماء اللي يمتلكها النصر اسماء يعني من مفروض من افضل الفرق يعني اسماء ممتازة وانتدابات جيدة ولكن للاسف عطاها يغل. ما ادري ليش يعني هذه وانتو اكيد كاداره اما انا كفريق انا اقيمه من خلال مشاهدتي له في المباراه. طيب انا اولا انا احييك بصراحه انا احييك وانا اعرف غيرتك على نادي النصر. الله يسلمك. واعرف انك انت محب لنادي النصر. لكن ترى بين قوسين يعني من ما يحب النصر ها بين قوسين النصر بالمفهوم العام عاد ما يهمك انت يعني. لا لا انا اعرف انا اعرف أنا أعرف مشاعره يعني لكن أنا أقول لك صدق بأمانة يعني شوف إحنا لما جينا قسنا مباراة مسقط خليها معيار في مباراة مسقط أولا الفريق ما احترم الفريق الخصم ثاني شيء أتفق معاك أنه روح اللاعبين القتالية اللي معهودة في نادي النصر ما كانت موجودة أيضا اللاعبين الأجانب ما قدموا المستوى اللي كان مطلوب أنا قلت لك سامبا جاء قبل بيومين وكان قبل الدكة طيب من مهاجم في نادي النصر غير سامبا في الوقت الراهن؟ احنا ترى في مشكلة فنية عرفناها في منتصف الدوري وللأمانة حاولنا مثلا جالس اللاعب جالس وجدنا انه مستوى يهبط فكنا نريد ننهي عقده ونجيب لاعب مهاجم اخر بديل صادفتنا مشكلة الاتحاد الدولي والقوانين الاتحاد الدولي ولا بد انه اذا تريد تفسخ عقد اللاعب الان لا بد انه تدفع له الموسم كله كامل او حتى موسمين وبيثير عليه قضيه مثل ما اثارت القضايا الاخرى الثانيه اللي موجوده واحنا ما زلنا في قضيه فيران الى حد الان برغم هروبه فبالتالي في جوانب اخرى ماليه يعني راح تتكبد النادي فيها وبالتالي ارتئينا انه بقى جالس برغم انه مستواه لم يعد بذلك المستوى ايضا اللاعب الايراني ما قدم الان الفتره اللي كانت موجوده قال لك عبد الرزاق طبعا في خط النص بديل في ايران الان بدا يعمل شغل جيد ونتوقع انه ان شاء الله الفتره القادمه نادي النصر طيب. يعدي المرحله اللي كان عليها من سوء. شكرا الشيخ عمرو الشنفي رئيس نادي النصر بهيثم شكرا لك بالتوفيق ان شاء الله في القادم. شكرا جزيلا. وانا اشكركم واتمنى منكم ايضا من الاخوه في الدكه يعني قلوبنا وابوابنا مفتوحه اي معلومات تريدوها حياكم الله. ما تقصر يا ابو هيثم استاذنا بعيد عن الكره ايضا في المجال الاعلامي يعني شكرا جزيلا. حياك شكرا جزيلا حياك الله مع السلامه عندي وقت كثير. بنمر على النصر على النصر ها؟ بنمر على النصر وين بنروح؟ بنمر عليه شوي في عندي استبيان وتقرير ما عليه خلي استبيان خلينا نشوف تقرير مباريات بكره لا خلينا ناخذ النصر كحاله بس اختصر لي عاد اي طبعا يلا احنا خلينا نقول ان النصر اخر ظهور للنصر النصر 2005 يعني مجمع سحار الكاس لما توج بالكاس 3-1 على حساب السيب ايام محمد مبارك والحارس الصربي اللي كان في حراسه المرمى بعد 2005 الى اليوم كم مره هبط النصر للدرجه الاولى؟ مرتين وكم مره لعب ملحق؟ مره لا لعب مرتين ملحق وهبط مره لعب يعني ايوه اذا النصر مش السنه
ايه بس حاولوا. لا انا لا 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 ماشي النصر مش موسم على اعتبر اخر ثلاث مواسم النصر مميز. النصر لا النصر مميز لما يحقق الانجاز على اخر ثلاث مواسم. لا محمد قارنها بالمواسم السابقه. لا لا محمد احنا نتكلم عن النصر يعني نصر قصدها. اتكلم عن فريق اسمه النصر طبعا. اتكلم عن عمل اداري قبل كل موسم. نقول النصر السنه غير النصر السنه بطل الدوري النصر السنه منافس. لكن لما من 2005 الى اليوم الوحيد اللي حقق نادي النصر هو بكاس مازن العام الماضي والسنه واصل المباراه النهائيه. هل هذه طموحات نادي النصر؟ اذا لا. اذا في شيء غلط في نادي النصر مش سنه وسنتين وموسم موسمين ثلاث مواسم. هذه المواسم اللي مرت على نادي النصر الى الان اداره نادي النصر هل ما وجدت السبب؟ ما وجدت الحل؟ ايش الحل عشان نعود النصر من قد من قد؟ لا بس ابو عبد الله خلينا لما نناقش الموضوع هذا موضوع ما يجب ان نختصره في حاله نادي النصر. يعني حاليا النصر اليوم لا حاليا النصر اليوم لا خذ من 2009 خلينا نقول او من 2008 منهم من الفرق اللي حققت البطولات اكثر الفرق حققت بطولات في الدوري. لا محمد حنتكلم عن النصر. السويق وصحب والنهضة والنهضة والعروبة العروبة وثنجة ما يعني مش بعدد المرات ترى هذه الأسماء الكبيرة هذه الأسماء الكبيرة معليش في النصر من ضمن الكبار اللي اليوم المواهب وكثافة المواهب والاهتمام بالمراحل السنية فرقت مع أندية الباطنة صحيح. وين أندية مسقط؟ أندية مسقط أيضا اختفت. احنا اليوم ما نتكلم بس عن النصر نتكلم عن ظفار غاب عن البطولة نتكلم عن صور ليش ظفار 2010 بطل الكأس؟ معليش ظفار اقصى فتره يغيب فيها عن اي بطوله موسمين وفي الدوري دائما منافس من 2004 أنا, أنا, انا اقول لك هناك عوامل والان هذه العوامل بتتعزز وبتستمر. انديه الباطنه وخلينا نكون واقعيين تمتلك المواهب تمتلك الكثافه تمتلك الامكانيات جالسه الان نادي مثل صحن بطل الكاس مرتين خلال خمس سنوات او ست سنوات ايضا ينافس ويمثل السلطنه خارجيه. طيب وين كان صحن قبل؟ ايوه وين كان قبل؟ ايوه شوف اذا هذه العوامل اللي قالت احيانا اسال نفس السؤال اين النصر الان؟ او اين النصر من 2005 الى اليوم؟ مطالب انه يكون في المقدمه. ايوه مطالب يكون في المقدمه هذا هو النصر والظفار والعروبه يجب ان تعود. صحن لما رجع للبطولات في اكثر من موسم خض بطوله الاولمبي والشباب طبعا اذا الرجوع للمراحل السنيه هو اللي بيمكن النصر والظفار محمد وعندي صور محمد ايش اللي كان يميز ظفار دائما والنصر المراحل السنيه المراحل السنيه عندهم لاعبين صاعدين موسم 2004 يا ابو سلطان ذكرني ظفار اخذ الدوري بدون هزيمه بلا خساره ولا بلا لاعب محترف ومدرب عمر زيان صح مزيان صحيح اذا العمل على المراحل السنيه هو اكبر العوامل اللي بيعيد النصر وظفار وبيرجع للمرباط وبيرجع صلاله اللي كان منافس فريق الاتحاد بدون الى 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 للنصر كل التوفيق في القادم مع الاسم خارجي النصر مزعوج من الكلام من الاستوديو. طيب ما صار عندنا وقت للاسف كثير وعموما النصر نتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله يكون القادم افضل للفريق الازرق. طيب وين بروح يا ابو انس؟ يلا تقييم مباريات بكرة. طيب أربع مباريات في افتتاح الجولة 17 من دوري عمان تيلي المحترفين نتابع. يوم آخر يضاف إلى أيام دورينا جعلان على تأهب تام لاستضافة صحار أخضران أحدهما برغبة الفرار قبل الوصول إلى الأوقات الحرجة بل هو يسير نحو هذا المنعرج وأخضر آخر رأى أن بإمكانه الاقتراب أكثر بمن تقدموه في الجولات الفائتة إذ يمكن أن نطلق عليه لقاء الطموحات المتفاوتة من الشرقية إلى أقصى جنوب السلطنة حيث النصر الذي غابت عن محياه الابتسامة منذ بدء القسم الثاني من دورينا هذه المرة ينتظر خصماً أعاق جاره في صراع الصدارة. السويق لا يبتغي سوى النقاط الكاملة حتى لا يدخل في معترك الحسابات العسيرة لا سيما وأننا نسير شيئا فشيئا نحو إسدال الستار على دور الموسم الحالي. في كل موسم يأتي صحم محملا بحلم معانقة اللقب الغائب عن خزائنه بعد الكأس والسوبر بات يفكر في هذه البطولة لكنها تعنتت ولا زالت تتعنت. سقط في موقعة مسقط وها هو يستضيف نادياً آخر من أندية العاصمة عمان المتخلي عن الإسباني غارسيا
والمتعاقد مع الوطني إبراهيم صومار. لماذا كل هذا؟ لا نعلم، رغم أن النادي الأحمر لم يكن بهذا السوء لا سيما في قسم الذهاب. مواجهة أخرى ألوانها خضراء تلعب في المدينة الرابضة على تلك الشواطئ الأخاذة. النهضة يسير نحو صور لمقارعة العروبة. خليفة أظهر لنا فريقا مغايرا بعد التوقف، والعلوي كذلك، لكن الأول لحقه التغيير بصورة مثالية، والثاني ألم به تغيير أظهره لنا شاحبا. بإمكان العنيد أن يقلص الفارق مع مضيفه إن خرج فائزا، وبإمكان المارد العودة لعاداته السابقة. الخبر اليقين تنبئنا به صور العفية. جعلان وصحار إن شاء الله على قناة عمان مباشر من مجمع صور الساعة 5:30، العروبة والنهضة، وتكون على الرياضية الساعة 8:30، قبلها على الرياضية النصر والسويق. صحيح نادي عمان للأسف غير مصورة. طيب عندي تغريدات، لكن صالح أعطيتني كم؟ 30 ثانية. لا حول ولا قوة. عندي وقت خلاص. أوكي بعد العد. لا بس شوف لما أنا اليوم قبل أدخل البرنامج خلينا نقول فترة من العصر وأنا أتلقى اتصالات. اليوم الأندية يقول لك احنا خلصنا من دور القوات المسلحة. طبعا احترام شديد يعني. اليوم نعاني من دور الشرطة. اليوم في أندية رايحة تلعب مباريات بكرة، 5 لاعبين من الأساسيين ما يلعبون. من ضمنهم نادي صحار. نادي صحار. ما مفرق لاعب. دور الشرطة الآن المرة الأولى ينطلق الحين في هذا التوقيت، دائما عرفناه في 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 فترة الصيف، فترة توقف، إذا هاي معضلة بعد جديدة. والله طيب. إلا الأندية. بنتكلم بعد نهاية الجولة بنتكلم. تكلمنا أنت شباب. الله يروح. أعطونا الأسئلة اللي موجودة على التغريدات قبل ما ننتقل للتغريدات نفسها ومشاركات الأخوان. طالب هلال الكابتن عاصم، شكرا على المتابعة. سؤالي لك، هل دوري عمان المحترفين بخير؟ وأقصد جميع الجوانب الفنية. نعم ولا محمد؟ لا. لا. واللي يقول بخير بصراحة يعني يضحك على نفسه. هو بخير، إحنا وين بخير؟ أبو عباد المخيني، صباح الخير كابتن كبات. الجولة الماضية عدت على خير وبالتوفيق الجولة 17. سؤالي أبو محمد، أفضل فريق تكتيكين في الجولة الماضية؟ شباب. شباب، طيب. يلا أعطونا تغريدات. والله سؤال محمد مقبالي يقول، برأيكم هل صحار العروبة قادرين على المنافسة على الدوري؟ سيف؟ صحار لا، العروبة ممكن. العروبة ممكن، طيب. ناخذ عيسى، يعني لو الكابتن ناصر تواجد مع نادي غير خبره ووضعه كويس وما ما توفق بنقول مغامرة، أعتقد أنها فرصة مهمة مهما كانت النتيجة، ونتمنى له التوفيق. أشكرك أخ عيسى. بالتوفيق يا شعب، نتمنى له التوفيق. سعيد اللمكي، أتوقع التعاقد مع مدرب في مواقف صعبة للنادي مغامرة للمدرب نفسه وعليه إثبات نفسه بقوة. أشكرك يا سعيد. طيب هي حاتم عبد الكريم، بالنسبة لمنافسة عمان على الكاس قد تكلف خسارة نقاط في الدوري وكذلك صحم والسويق لمشاركتهم في بطولة الاتحاد الآسيوي وظفار أحسن حالا. ظفار طيب عند كاس الدوري أيضا. أحمد، قرار غريب جدا قاسي خارج أسوار نادي عمان. لا تستغرب. يونس الفارسي، للأسف المشكلة في لاعبينا ما في المدربين، لاعبين يريد المدرب يمشي على مزاجهم وفي الآخر التضحية بالمدرب. محسن. حسين السعدي، أهلا بشعاع الشمس في صلالة، عروس البحر أنا نصراوي والسويق جماهير يسري في عروقي، عشقها لا ينتهي. طيب يا سعد، ما أنت يعني نصك من الماس. يقول مشكلة نادي النصر من وجهة نظري تهاون لاعبين لا أكثر. طيب شكرا لكل المغردين. نشوف توقعات المغردين المتابعين لحساب البرنامج الرسمي على تويتر بالنسبة لمباريات الأربع يوم الأربع. قرار نهاية والنتيجة النهائية 69% يتوقعوا فوز صحار على جعلان، 12% أعطوا التعادل في هذه المباراة. 39% توقعوا فوز عروبة، نسبة أقل ب 2%، طبعا 37% توقعوا فوز النهضة، 24% للتعادل. بالنسبة للمباراة الأخرى 65% توقعوا فوز السويق على النصر، 16% منهم توقعوا التعادل. المباراة الرابعة والأخيرة توقعات المشاهدين، 51% توقعوا فوز صحم على نادي عمان، 21% أعطوا خيار التعادل. التقييم اللي يستحق المستوى الفني لدورينا بعد مرور 16 جولة، 41% من المصوتين يقولون بأنه مقبول. وصلنا للنهاية، نذكر إذن جعلان وصحار إن شاء الله على الرياضية، العروبة على عمان مباشر عفوا، النصر السويق، بعد العروبة والنهضة، المباراتين هذه على القناة الرياضية. شكرا لأعضاء الدكة، هلال المخيني، صالح البارحي،
سيد سلطان محمد العاصم، شكرا جزيلا. شكرا لكل المشاهدين، نلتقي الأربعاء بعد نهاية اليوم الأول من الجولة 17 من دوري عمان تلي المحترفين إن شاء الله. إلى اللقاء.